سمعنا الله يبارك في الحمد لله والسلامة في الجو والسلام عليكم ورحمة الله. شايف الشباب بقدروا علينا الآن، المفروض نحن بعد ساعة كل الحلقة بس نغير الدول يتعمل في أمريكا. أنا مع التوقيت دي كانت الدنيا ماشية من غير تغيير التوقيت. خليني بس أطلب من الأخوة بس عملوا تكبيس وشير بعد إذنكم، الكل يعمل تكبيس وشير حبايبي لو سمحتوا، الكل يكبس وشير. خلينا نرفع البس، اليوم طلعين غلط يعني، سبقنا ساعة بصراحة، اليوم سبقنا ساعة. والجو شكله برد عندكم برضو؟ العادي مقبول يعني، اليوم لساتنا نحن بعدنا شتوية. أوروبا، هذه أوروبا حبيبي، بعدنا شتوية. احنا بقى الفكرة انه ممكن يكون اسبوع عندنا درجة الحرارة عالية واليوم اللي بعديه مثلا او يوم ويوم اللي بعديه يبقى برد يعني. يعني احنا النهاردة وصل 18، ممكن بعد يومين يوصل زيرو او اقل من الزيرو. فكندا بالذات كل يوم بيومه، ما تقدرش تحسم ايه النهارده هيكون ايه. انت عملت شير، شيرت الحلقه؟ انا هشيرها على الفيسبوك، خلينا اشيرها على الفيسبوك. اشيرها ازاي على التيك توك؟ انا داخل هقول لك. اوكي هقول لك هلا شو. كتير سهل بتشيرها انت داخل حتى بالاسم اللي انت شايف. مش هيدا نحن هلا بالحلقه للكل طبعا، مش بس للاسيس. هلا نحن بالحلقه هون، هذا المستضيف المضيف بتكبس عليه كبسه صغيره هيك. شو طلع لك هذا المربعه؟ طلع بيطلع عندك اسماء اصدقاء وارسال سنت، بس بتكبس على السنت ارسال دغري يعني سريع تك 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 بتكون له. اوكي يعني انت بتدوس على الصوره بتاعت يسوع المسيح ام محمد؟ ايوه بتدوس عليها باصبعك بيطلع لك هيك تحت نص الشاشه ابيض فيه الاصدقاء الاسماء والسند. انت بس تكبس على السند. سلام المسيح حبايبي، سلام ونعم للجميع. اوكي بس النور للجميع. يلا خلينا نكبس، نعمل تكبيس كتير مهم على فكره للحلقه، كتير كتير مهم انه نحن نكبس ونشير، كتير مهم. طيب كويس، انا بشيرها كده. وكمان منقولي على الفيسبوك، فينا نشيرها على الفيسبوك كمان، اللي حابب يتابع على الفيسبوك ويشير على الفيسبوك يا ريت كمان. اوكي يعمل شير على الفيسبوك بعد اذنكم كمان. على الفيسبوك بتلاقوها بحساب الابي انسات الاراميه، هذا حساب الاراميه ابي انسات. نشوف اللايف. اوكي هيدا اللايف، نعمل هيك. هيدا بيطلع على الفيسبوك، نعمل شير بعد اذنكم، مشيروا على الفيسبوك كمان لانه في كتير عالم. انا لانه عم تابع على الفيسبوك كمان يعني، حتى في تعليقات بتجي على الفيسبوك كمان، بتابعون على الفيسبوك. لا الفيسبوك سهل ان الواحد يشيرها، لاني هو التيك توك المشكله انك انت بتشير لكل واحد وحده. سلام المسيح سام حبيبنا، سلام المسيح للجميع، كل الأخوة اللي فاتوا هلا سلام ونعمة الرب معكم جميعا حبايبي، كل اللي فاتوا هلا سلام، سلام المسيح لكل الأخوة، مساكم نور المسيح حبايبي. من شد تكبيس وكمان شير لو سمحتوا، شد تكبيس وشير وهيك نثبت البس ونقوي البس.
وبتمنى بتمنى بعتقد ايفان موجود، ايفان بيدير الجيست كتير منيح، ما يصير فيه مثل المره الماضيه بالتهكير. اذا بدنا نطلع حدا بالاتصالات حدا على الجيست حبايبي، انه ما نطلعه بدون ما يكتب تعليق، ومنطلعه من التعليق ما منطلعه من تحت من الجيست. كتب تعليق رقم واحد بدي طالب جيست، كتب رقم واحد بنكبس على رقم الواحد، منطلعه من رقم الواحد نبعث له الجيست، من التعليق نبعث له الجيست مش من الجيست، لانه بيطلبوا جيست من حساب وبيكتبوا تعليق بحساب تاني ولكن بنفس الاسم ونفس الصوره. يعني بيعملوا اشياء شيطانيه على فكره، اشياء شيطانيه. بس ما بيعر... بس نحن عارفين انه الشيطان غبي، الشيطان غبي، ونحن عندنا سلطان انه نسحق ابليس ونسحق جنده واعوانه على الارض. عندنا سلطان. من شد أكتر تكبيس بعد إذنكم حبايبي لو سمحتوا، أكتر تكبيس أكبر شير. حلو 730 شير، يلا نوصل 1000 شير. إذا كل واحد بيعمل 50 شخص بنوصل أكتر من 1000، منقطع ل 1000 شير. حنعطي بس 5 دقايق جنب الأسيس للتكبيس وللشير بعد إذنك ونفوت بالحلقة، في مجال؟ أنا بعمل شير، أنا عملت شير على الفيسبوك وبعمل شير تاني على ال... عم بقول إنه نعمل 5 دقايق، بنعطي 5 دقايق للتكبيس والشير وبعدين ندخل على الحلقة، نطلع على اللايف، في مجال ما هيك؟ ما عندك مانع؟ أكيد لا لا ما عنديش مانع طبعا. إيه لأنه تغير توقيت الحلقة، يعني نحن عاملين الإعلانات وكله ونشرين ال... عاملين نشر إنه الساعة 9 بتوقيت، يعني بعد ساعة مش هلا. مش هلا، فلا هيك عم يصير خربطة، يصير لغبطة، فعشان هيك لازم شوي نستنى شوي معنا. ما فيش مشكلة، إحنا طبعا نشكر ربنا من أجل القناة الأرامية إن هم بيدونا وقت زيادة كمان، فنشكر الله نشكر الله من أجلهم. القرآن يصرخ، يصرخ ويولول أو بس يصرخ ما في ولول. أنا بالإعلانات بقول القرآن يصرخ ويولول. حبيبي دارين أختي ربنا معك، أهلا وسهلا فيك أختنا. طبعا بعد ما نفوت بالحلقة ممكن أنا والجناب الأسيس ناخد شي ربع ساعة بعد مداخلتين ونفتح الاتصالات ونطلع الأخوة. وبتمنى أحبائي إخواتي المسيحيين اللي حيشاركنا، طبعا انتم هذا فخر لنا وهذا قوه ودعم لنا انه اخواتنا المسيحيين يطلعوا يشاركونا، بس برجاء محبه، برجاء محبه نترك المجال لاخواتنا المسلمين اكثر، نترك المجال لاخواتنا المسلمين اكثر، لانه نحن حلقاتنا اوكي نعملها نحن كمان الثقافه للمسيحيين، ولكن هي حلقاتنا موجهه، رسالتنا اصلا لاخواتنا المسلمين وللضالين. الحاجه الثانيه انا يعني استاذنك بس في حاجه، واحنا بنعمل مشاركات لو خدنا تسلسل الموضوع يبقى كويس، لو 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 عملنا بقينا في النقاط اللي موجوده بتاعت الحلقه، يعني مثلا النهارده احنا بنتكلم عن القران، القران نفسه بيؤكد ان هو مش كلام الله او بيصرخ ان هو مش كلام الله، فيكون تركيزنا على الموضوع ده ويكون ادلتنا كلها مخصصه في الاتجاه ده. انا عارف ان مرات كتيره المعلومات بتبقى كتيره، وخاصة لما يكون واحد محضر معلومات عايز كل اللي حضر يقوله، ده مش حاجة كويسة. يعني أنا اتعلمت ده مع الزمن، مع إنك أنت مش مهم كمية المعلومات اللي تديها، المهم المعلومة توصل، المهم والرسالة توصل. حبايبي ما عم تكبسوا أبدا أبدا، شو القصة ليه؟ مخاصميننا يعني في مشكلة بيننا وبينكم اليوم؟ بالعادة على فكرة يعني هلا صرنا تقريبا 10 دقايق فاتحين بيكون وصلنا ل 25 او 30 الف لايك، شو القصة؟ احنا الحلقة اللي فاتت احنا بدأنا ب 40 الف لايك اخي جو،
يا صحيح، بلشنا بالحلقة يعني مع بلك اليوم كأني مخاصمين الإخوة، زعلانين زعلانين منا شيء، إذا زعلانين منا قالونا عن جد، نحن أكيد ما بيهون علينا زعلكم، زعلانين أكيد أكيد 100% يعني من راضيكم حبايب، من راضيكم فعلا لازم نكبت، لأنه كتير ضعيف حيكون البث هيك، وسهل الاختراق، سهل يخترقوه إخواتنا الأحباء، سهل يخترقوه، فأرجو أنه نكبس ونشير بعد إذنكم. يعني هلا 828 شير، كثير حلو. ماريا زعلانه، ليه حبيبي ماريا؟ ليه انت اخت، انت اختنا بنوتتنا، كيف بتزعلي؟ معقوله؟ يلا حبايبي يلا وحنعت يلا حنعت 15000 لايك ونطلع على على اللايف، نطلع على الهوا. 15000 لايك، اي كبروا الصوره بعد اطار القسيس مش اوكي. بنكبس على الصوره، على علينا على القناه، على على القناه. القران يصرخ اني لست كلام الله. رجعوا لنا جناب القسيس، رجعوا لنا القسيس ثابت حبايبي. لا بيطلعوا مسلمين، بيطلعوا معنا مسلمين، في مسلمين راقيين ومثقفين وواعيين، بيطلعوا كتير، في مسلمين راقيين على فكرة، كتير في مسلمين راقيين وواعيين ومحترمين معلش آسف أنا طرت. يا نيالك، أنا كتير جربت الطيران مش عم تزبط معي. لا أنا الفكرة إن لما جيت بفتح على بفتح من من التليفون على حساب، على نفس الحساب، فدايما بيطيرني من واحد منهم عاده. فبعد كده اخد بالي ان انا ما افتحش نفس الحساب من تليفونين او من مكانين. يلا راح نوصل 15000. دقيقتين الماكسيمو حنطلع على الهواء. يلا حبايبي دقيقتين ونطلع. هذا أسد المسيح رامي على فكرة، أخونا أسد المسيح. سلام ونعمة رب المجد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون معكم. شلونكم أخوي؟ معك حبيب أسد. سلام المسيح للجميع. يلا يلا حبايبي، يلا مشد، يلا 15000 حنوصل ونكبس. عباس حرام عليكم. حاضر حبيبي عباس، حرام علينا. حضرتك نستقبلك بصراحة عباس، انت كل اخ مسلم يثبت لنا ليش حرام علينا، وهل فعلا هو القرآن كلام الله. نحن عنا شك او عنا يقين انه هو مش كلام الله، نحن عنا يقين وهو من الكتاب من القرآن. ايه حبيبنا عباس، صدقني من القرآن حنعطيك انه هو مش كلام الله، وانت كمان لك كل الحرية. نعم كل الحرية وكل الحق، انت وكل اخواتنا المسلمين انه يطلعوا يثبتوا عكس كلامنا ويفندوا كلامنا، وهذا حق مشروع لكل اخ مسلم وكل كل حدا يطلع بدافع عن ايمانه. على فكرة هذا انسان يستحق الاحترام والتقدير، حتى لو كان غلط، حتى لو كنا مخالفين، ولكن هذا انسان يستحق الاحترام والتقدير. ولكن الدفاع يكون فقط من الكتب وبعلم وباكاديمية وباخلاق وبادب. طيب يلا جاهزين حبايبي؟ جناب الاسيس جاهز؟ انا جاهز اكيد. يلا على دون على دون. يلا
سلام المسيح للجميع. سلام ونعمة رب المجد معكم جميعا. مساكم نور المسيح حبايبي، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج المسيح يسوع ام محمد من قناه الاراميه الفضائيه. طبعا الحلقه منقوله على كل منصات السوشيال ميديا التابعه للاراميه، الفيسبوك، التيك توك، اليوتيوب، وايضا حتى التويتر بعتقد، وكل الاقمار الصناعيه الفضائيه. عنوان الحلقة اليوم هي القرآن. القرآن يصرخ، القرآن يصرخ أني لست كلام الله، القرآن يصرخ أني لست كلام الله. طبعا حنفتتح الحلقة دائما وأبدا كالعادة بصلاة مباركة من أخونا الحبيب القسيس ثابت مجلي. سلام ونعمة القسيس ثابت. سلام ونعمة لك أخويا جو، سلام ونعمة لكل مشاهدين قناة الرمية على كل منصات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى القناة نفسها، وبصلي من أجل قيادة الروح القدس لحضرتك وليا، وكمان بصلي إن الرب يبارك وتعب محبة إخواتنا الخدام اللي بيبذل جهد كبير عشان الحلقة تظهر، اللي بيخدموا في قناة الأرامية الكل على قلب رجل واحد، وفريق عمل رائع الرب بيستخدمه لإعلان مجد الله. بصلي كمان من أجل إخواتنا البعدين اللي ما يعرفوش كلمة الله وكلمة الحق لغاية النهاردة، إن ربنا يفتح عيونهم وينور قلوبهم عشان يدركوا الحق. خلينا هنبدأ كمان بالصلاة يا جو، وبشكرك من أجل دايما القيادة الحكيمة والنعمة اللي الرب يديها لك في قيادة الحلقة، وبشكر كل إخواتنا اللي معانا، وبشكر كمان إخواتنا اللي هيعملوا مداخلات معانا، فالرب يبارك الجميع. خلينا نرفع قلوبنا في الصلاة. أبانا السماوي من كل القلب بنشكرك من أجل محبتك العظيمة التي بأحببتنا. حقا رب محبة أبدية أحببتنا، لهذا أدمت لنا الرحمة، فنشكرك ربنا من أجل مراحمك المتجددة لنا في كل صباح وفي كل يوم، وبكثرة رحمتك يا ربنا نستطيع أن نتقدم إلى عرش النعمة، نستطيع أن نتقابل معك بناء على هذه الرحمة التي جعلتك رب ترسل ابنك وحيدك شخص ربنا يسوع المسيح الذي جاء وبذل نفسه من أجل خطايانا فأعطانا الخلاص وصار لنا شركة وعاد لنا الشركة معك يا إلهنا من خلال عمل الصليب والعمل الكفاري على الصليب. بشكرك رب من أجل قناة الأرامية وكل قناة رب بتنادي باسمك، بشكرك رب من أجل أخويا جو من أجل قيادة الحلقة، بصلي من أجل كل إخواتنا المشاركين المشاهدين، بصلي من أجل رب البعيدين الذين ما زالوا تحت عبودية إبليس والذين ما زال الشيطان يعمي أذهانهم وعيونهم، أن تفتح أنت الآذان والعيون وتنير القلوب فيعرف الجميع حقك، لأننا عندما نعرف الحق فالحق يحررنا. نصلي كل هذا إلهنا في اسم المسيح، آمين. أمين. ربنا يباركك. سلام ونعمة من جديد حبايبي، سلام ونعمة رب معكم جميعا. إذا لما بلش حلقتنا اليوم وهو القرآن يصرخ أني كلام لست كلام الله، القرآن يصرخ أني لست كلام الله. طيب نحن حنستعرض، أنا بمداخلة قصيرة طبعا قبل ما أنتقل لجناب القسيس وكمان الأخوة الأحباء المباركين معنا، حستعرض لكم كلام وحتتأكدوا أنه مستحيل قائل هذا الكلام مستحيل أن يكون إله خالق السماوات والأرض، خالق الطيور والحشرات والثدييات والحيوانات والملائكة وإلى آخره. نعم، يقول من كل شيء خلقنا زوجين. إذن من كل شيء حي، كائن حي، من كل شيء حي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طبعا هذه في سورة الذاريات الآية رقم 49. وأيضا يقول ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. طبعا سورة الرعد الآية رقم 3. نعم، ويقول أيضا في سورة هود الآية رقم 11، يقول حتى إذا جاءنا إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين. نعم حبايبي. طيب إذا جينا نحن وشفنا وطبقنا هدول الآيات وكلام هذا الكائن أو هذا الشخص الذي تكلم بهذا، هون بيأكد لك أنه بكل كائن حي، كل كائن حي سواء نباتات أو طيور أو حشرات أو حيوانات، سواء حيوانات بحرية أو جوية أو أرضية أو حتى بني أدمين، من كل شيء
زوجين، يعني لا يمكن أن يكون زوج أي يكون فرد، لا يمكن أن يكون كائن حي فرد، ويؤكد أنه من كل شيء عندنا زوجين. طيب خلينا نستعرض النحل. النحل عندنا ملكة يا أحباء، عندنا ملكة ما عندها زوج، عندنا ملكة بالنحل ما عندها زوج، ليس لها زوجة، ليس لها زوج. الملك النحل ملكة وحيدة فقط. نعم هي النوع كنوع، فهناك أيضا الملكة والذكور والشغالات في خلية النحل، الملكة والذكور والشغالات في خلية النحل. وأيضا مش شوف في كتير أغلب الكائنات ومن أنواع كتيرة جدا 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 كانت برية أو استوائية وقطبية ليس لها زوجان. وممكن أنا حعطيكم الأسماء طبعا، أكيد نحن لا نتكلم من فراغ، إنما هو وحي يوحى عن لساننا. نعم عدا الأشخاص المخنثون، عدا المخنثون، هل المخنثين هم زوجين؟ هل يمكن أن يتزاوج المخنثون؟ هل يمكن للمخنثون أن يتكاثروا، أن يكونوا زوج وزوجة؟ لا يمكن. حتى من فئة الحيوانات البغال، البغل، البغل اللي هو هجين ما بين الحمار والحصان، هو تزاوج حصان وحمار، هل له زوجان؟ هل هما زوجان؟ هل يمكن للبغل أن يتكاثر ويتناسل؟ هل يمكن للبغل أن يتكاثر ويتناسل؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. إذن لحد الآن قائل هذا الكلام وجعلنا من كل شيء زوجين، وجعلنا من كل شيء زوجين، من كل لا يمكن أن يكون هو الإله خالق السماوات والأرض، لا يمكن، لا يمكن أبدا. لأنه نحن لهلا أثبتنا لكم أكثر من كائن أنه لا يمكن أن يكون لهم زوجان ولا يتكاثرون، بل فرد. المخنث سواء كان إنسان أو حيوان لا يمكن أن يتزوج. البغال، البغل نوع من أنواع الحيوانات، لا يمكن أن يتزوج ولا يمكن أن يكون له زوج. في النحل الملكة هي ملكة وليس لها ملك وليس لها زوج. نعم أحبائي، وحتى الشغالات في خلية النحل لا يمكن أن يكون لها زوج. وأيضا في كثير من طحالب البحر هي كائنات حية، لا ليس لها زوجان، ليس لها زوجان ولا تتكاثر، ولا تتكاثر، ليس لها زوجان. نعم حبايبي. وفي كثير من أنواع الرخويات، وبنذكر لكم إياها، كثير من أنواع الرخويات ليس لها زوجان. إذن بعتقد هون استنتجنا أنه قائل هالثلاث آيات اللي أنا رددت عليكم، الرعد وهود، نعم لا يمكن أن تكون من الله خالق السماوات والأرض. الذريات من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اكس عليها، مستحيل يكون هذا كلام الله. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، سورة الرعد الآية 3، حطوا عليها اكس، لا يمكن أن تكون كلام الله. وحتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، في سورة هود 11. إذن لا يمكن قائل هذا الكلام أن يكون هو الله. وهنا يصرخ القرآن ببداية حلقتنا يصرخ القرآن ويقول لست كلام الله، ومستحيل أن أكون كلام الله، لأنه الله لا يمكن أن يغلط أو يخطأ في خلقه. جناب الأسيس ثابت مجلي، تفضل. شكرا أخويا جو. أنت طبعا دي أول صرخة بيصرخها القرآن عن إن هو مش كلام الله. لكن خلينا نشوف أول حاجة، وأنا بتكلم عن القرآن وخاصة فكرة القرآن كلام الله أو مش كلام الله، الحقيقة أخي جو أنت تجد صعوبة في وصف القرآن، تجد صعوبة في وصف القرآن، واللي حط الصعوبة دي القرآن نفسه. فمثلا على سبيل المثال، هل القرآن يثير شهية الحيوانات فتأكل الحيوانات؟ فالقرآن
هو الكتاب الوحيد الذي كتب عنه أنه أكله الداجن. وخلي بالنا من حاجة، أنا مش بقول ده الداجن ما بتاكلش الورق وما بتاكلش الكتب، لكن أنا بقول إنك أنت يكون عندك كلام وتكتشف إن الداجن أكله، طيب إيه البديل؟ ده حاجة من ضمن الحاجات اللي إحنا المفروض مثلا نفكر فيها. القرآن كمان نفسه حط قواعد لم يلتزم بها. يعني أول قاعدة فكرة إن مثلا إن جعلنا من كل شيء زوجين مثلا. القاعدة لو أنا دخلت على قاعدة جعلنا هنلاقي حاجات كتيرة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. حي. طيب الملائكة أحياء ولا لا؟ هل خلقت الملائكة من ماء؟ لا استحالة. فمثلا لو أنا دخلت تحت حتى قصة جعلنا وجعلنا بس، هنلاقي القرآن يصرخ أنه ليس كلام الله. فإحنا عندنا أكتر من حاجة أخويا جو. ممكن سؤال أنا ممكن قاطعك بعد إذنك جميل. وهل الشياطين هي أيضا من ماء؟ هو شيطان محمد ممكن يكون من أي حاجة. أيوة. لأنه إذا كان الشيطان يقدر يأمن يعني مثلا على سبيل المثال مثلا يعني الشيطان طبعا أكيد مش من ماء لأنه هو ملاك ساقط، لكن حاجة من ضمن الحاجات مثلا أخويا جو دي مثلا حاجة زي الملائكة زي الشياطين، لكن حاجة من ضمن الحاجات القرآن وضع أسس لإيه هو كلام الله. على سبيل المثال قال إن كلام الله لا يبدل، لن تجد في سنة الله تبديلا، وهنيجي الكلام ده. القرآن اتبدل والقرآن نفسه بيذكر إن هو اتبدل. القرآن أكله الداجن. القرآن نفسه إشكالية تانية من إن إحنا ما نقدرش نقول إن القرآن كلام الله، إنه قالوا عن القرآن في سورة البروج بيقول كده بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في سورة الواقعة أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. آيات كتيرة بتكلم عن هو في اللوح المحفوظ. فنيجي مثلا إيه، طيب الناسخ والمنسوخ إيه هو اللي كان في اللوح المحفوظ، هل الناسخ ولا المنسوخ؟ وطبعا أنت عارف أحكام الناسخ، ما نسخ حكم وبقي حرفه، ما نسخ حكما وحرفا، ما نسخ حرفه وبقي حكمه. فالثلاث أنواع والثلاث مستويات من النسخ دول مثلا على سبيل المثال. الحياة اللي بعد كده الرسول نفسه شك في القرآن، وبنلاقي سورة يونس إن كنت في شك فيما أنزلنا إليك، يونس 94 إن كنت في شك فيما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الرسول نفسه نسي القرآن ونسي قواعد كتيرة جدا جدا، حتى نسي احنا في رمضان دلوقتي على فكرة أخويا جو، فنسي مثلا نسي ليلة القدر اللي قال عنها القرآن إن نزل فيها القرآن، طب نسيها. يعني تخيل مثلا نزل عليه الوحي ونزل عليه الكتاب في ليلة، هو نسي الليلة دي، ولما دي حاجة من الحاجات يعني. فأولا ما أكله الداجن، الناسخ والمنسوخ، ما أضافه البشر إلى كلام القرآن، الرسول شك، الآيات المبدلة، الآيات المنسية، كل الكلام ده يؤكد أخويا جو. وهناخده في مداخلات واحدة بعد الثانية، لأن مش هاخد كل حاجة عن مداخلات في مداخلة واحدة، لكن مداخلة بعد الثانية هناخد كل نقطة على حدة في كل المداخلات دي. لكن كل ده يؤكد حاجة، أن القرآن ليس كلام الله. نفس رسول الإسلام، يعني رسول الإسلام نفسه لما جال الوحي لم يتأكد إنه ده كلام الله. لو إحنا درسنا القرآن صح وقرينا القرآن صح، هنلاقي أن القرآن ليس كلام الله. في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب دي إشكالية كبيرة خجوع. سورة الأحزاب بنلاقي أن رسول الإسلام بيروح عشان يزوج زيد لزينب، وزينب ترفض أنها تتزوج زيد، فيقول لها لما رسول الله والله ورسوله قد الله ورسوله امرا، واذا قد الله ورسوله امرا نعم امرا، فيعني فالمؤمنين ما ينفعش ان يخالفوا الامر ده. بعديها شويه الرسول نفسه بيخالف امره هو وامر الهه. فالنهارده اله لم يثبت، يعني اله مشوش. يعني انا لو حطيت عنوان
للقرآن وإله القرآن ورسول القرآن هنلاقي عنده تشويش رهيب جدا جدا، سواء إله القرآن نفسه مشوش لأنه قال لا مبدل لكلمات الله وبعد كده جاء تبديل لكلام الله، القرآن إله الإسلام ورسول الإسلام خالف كل شيء وخالف كل القواعد اللي هو حطها نفسها. يعني مثلا أجمع المسلمين أخويا جو، أنا أختم بالكلام ده، المسلمين نفسهم أجمعوا إن كلام الله لا يتغير، ودليل على صدق النبوة وصدق الدعوة أن الله لا يغير كلامه ولا يبدل كلامه. هناخد الآيات بعد كده في مداخلة تانية، هناخد الآيات اللي فيها إله القرآن قال إنه لا يبدل آياته، ونشوف الآيات التانية اللي فيها اتبدلت الآيات القرآنية. هناخد الحاجات عن الشك، هناخد النسيان، هناخد اللي أكلوا الداجن، هناخد كل الكلام ده في القرآن نفسه، لأنه ده من الحاجات المهمة جدا جدا أخويا جو، إن احنا نحاول نبين لإخواتنا المسلمين إن القرآن ده مش يعني في إشكالية كبيرة، هو نفسه بيؤكد أنه ليس كلام الله. هختم بس بالسطرين دول أخ جو. على النقيض، على النقيض، الكتاب المقدس بيقول أن كلمة الله ثابتة، الله نفسه بيقول أني أنا الله لا أتغير، وبيتكلم عن أن كلمته ثابتة وتبقى إلى الدهر لا تتغير. طيب لو أنا جيت درست الكتاب المقدس لن أجد تغييرا في كلمة الله. واحد يقول لي لا 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 تعالى ده 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 كانت شريعة، وطبعا احنا هناخد الموضوع ده، الموضوع تقريبا الأسبوع الجاي هناخد الحكاية دي، وده المسيح جاب شريعة السلام لكن العهد القديم جاب شريعة العنف. هنلاقي ان كل حاجة قالها المسيح هي كانت موجودة تماما في العهد القديم. المسيح أضاء وصحح التفسيرات البشرية الخاطئة للكتاب المقدس، لكن كلمة الله ثابتة لا تتغير. عشان كده رسول بطرس بيقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت لا تتغير. فده الفرق. لكن ده أنا حبيت بس إخواتنا المسلمين لو حبيتوا تشاركونا تعالوا قولوا لنا أنتوا غلطانين، ده القرآن ما تبدلش، آياته ما تبدلتش، الرسول ما نسيش، الرسول ما شكش، ما الآيات ما كانهاش الداجن، كل الكلام ده هنشوفه في المداخلات الجاية أخويا جو، بس أنا مش عايز أخد كل الوقت. حبيبي شكرا 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 جناب الأسيس، شكرا جناب الأسيس، شكرا أخواتي. أول شيء خلينا نستعرض والصرخة الثالثة من القرآن الكريم إنه ليس من الله، وأثبت لنا الجناب الأسيس في مداخلته القصيرة إن القرآن يصرخ لست كلام الله. حبيبي خلينا شد تكبيس بعد إذنكم لو سمحتوا، لازم هلأ 5 دقايق شد منوصل لـ50,000 لايك ومنكفي للـ100، وكثير مهم كثير كثير مهم نوصل للـ100,000 لايك، لأنه هيك بنثبت الحلقة وهيك بنمنع أي تجاوزات أو أي تبليغات ممكن تأثر على الحلقة. طيب خلينا نستعرض الصرخة الثالثة وهي الأخطاء العلمية. طبعا الأخطاء العلمية حدد ولا حرج، حدث ولا حرج. طبعا بعد مداخلتي إذا سمح لي جناب الأسيس ناخد الأخوة اللي معنا على الجيس إذا سمح لنا. طبعا حدث ولا الأخطاء العلمية، نعم خلينا. ويقول إذ ويقول وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربنا إلى النحل أن اتخذي من الجبال، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يغرسون ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلك ذلك لا يخرج من بطونها شراب مختلف من بطون شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. طبعا طيب اللي معه سكري شو يا جناب الله، يا جناب الله اللي معه سكري شو هناخده؟ طيب خلينا نغض النظر عن هذا ونعتبر مثل ما قال كلي من ثماره، هل الأزهار ثمار؟ النحل يأخذ من رحيق الأزهار ولا يأكل الثمار، النحل لا يأكل الثمار،
بل يستنشق الرحيق، نعم، والعسل يخرج من بطن من البطن من هل العسل يخرج من بطن النحل بطن النحل يا احباء؟ شو بتجاوبوا؟ شو بتقولوا؟ جاوبوني لاشوف. جاوبوني وجاوبوا كاتب القرآن، هل العسل يخرج من بطن النحل؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا يخرج من بطن النحل، نعم، لأن العاملات اللي هن الشغالات في المملكة من النحل تجمع النكتار، والنكتار هو بيكون بنسبة 20% من تكوين العسل، تجمع النكتار من الزهور وهو بيكون نسبة 20% من العسل داخل بطن المعدة، ضمن داخل بطن النحل، ضمن معدة خاصة تسمى معدة العسل، تسمى معدة العسل، وطبعا ويمر عبر المعي يعني أو المعدة عاملات النحل ليخرج من فمها، من فمها بعد اختلاطه بعدد من الأنزيمات والبروتينات، وبعد أن تضع النحلة نكتار العسل داخل الخلايا الشمعية التي تصنعها، تقوم بتجفيفه بفمها حتى يتحول النكتار يلي أخذوه إلى عسل خالص. وهذه العملية طبعاً تستغرق عملية تحول من الرحيق الزهري اللي بتجمعه عاملات النحل فقط إلى العسل حوالي تقريباً يوم كامل، وكاتب القرآن لا يعلم ذلك، لا يعلم ذلك أبداً. نعم أحبائي لا يعلم ذلك أبداً أبداً. طيب جناب لسيس، أنا طبعاً دائماً مداخلاتي قصيرة، طبعاً هاي صرخة صغيرة كمان والصرخة الثالثة من القرآن الكريم إنه ليس كلام الله. نأخذ الأخوة جناب لسيس. أتفضل. شكرا حبيب، شكرا. أول شيء سلام المسيح لكل الأخوة الأحباء، رامي أسد المسيح أخونا الكريم وأخونا دلشاد، وأهلا وسهلا فيكم رامي حبيب، تفضل. سلام ونعمة رب المجد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مع الجميع. طبعا أنا انحذرت لأنه الأخوة المسلمين يعني إيدهم تقيلة شوي، ولكن عنا حسابات كتير ما في مشكلة. أولا منقول سلام المسيح مع الجميع، شكرا لكم على القناة الحلوة، الرب يبارككم ويعوضكم بركة ونعمة لحياتكم. مداخلتي قصيرة كتير 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 ومفيدة. القرآن طبعا بيقول وإن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صح يا أخ جو؟ نعم. حلو، ما رح أحكي ولا اختلاف، كفاية الاختلافات اللي حكوا عليها الأسيس والأخ جو، رح نسمعهم ونسمع الاختلافات البقية سواء من الأخ كريم ولا من الأخ ولا من الأسيس ولا من الأخ جو مرة تانية. ولكن بحب أذكر المسلمين بهي الآية، لو كان من عند غير الله بحسب عنوان الحلقة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واسمعوا الاختلافات اللي عم تسمعوها أنتوا هلأ، ما رح أزيد شيء على أخواتي، أنا على السمع معكم أخواتي. شكرا أخونا الكريم. شكرا حبيبي، شكرا لك أسد المسيح. طبعا أخونا الحبيب كريم الإيراني بطل الأبطال أنا بسميه بصراحة. طبعا حناخد كريم قبل أخونا دلشاد. أخونا كريم سلام المسيح، هل فعلا القرآن يصرخ أني لست كلام الله أم نحن مخطئون؟ سلام ونعمة للجميع، الرب يبارك حياتكم غسي ثابت والأخ جو كل الأحبة اللي موجودين معنا. سلام المسيح معك يا أخوي الفاضل كريم، بشكرك من أجل وجودك. شكرا جزيلا. بالفعل هو القرآن يصرخ أني أنا لست كلام الله، وهذه في أدلة كثيرة جدا منها حياة محمد الشخصية اللي موجودة في عدة صور، منها سورة الأحزاب، والمفسرين عندما أقول لك سورة الأحزاب كانت معادلة لسورة البقرة، هي أطول سورة بالقرآن كلها تتكلم عليها، يا أيها النبي طلق فلانة، يا أيها النبي تزوج فلانة، يا أيها الصحابة لا تدخلون بيت النبي، هذه القصص كلها، هذه هي حياة محمد الشخصية ومشاكله مع زوجاته، كتبوها بالقرآن، اليوم المسلم يقرأها شو استفادت بها؟ حتى بعض العلماء قال لك هذه ليست للتعبد، إن نقرأها لنا حكمة بها، ولا هم ما يعرفون الحكمة على فكرة، شو الحكمة ما يعرفون. هذه نقطة. النقطة الثانية قطع أغلاط كثيرة جدا، أغلاط تاريخية، أغلاط زمنية، وأغلاط لغوية أيضا. من الأغلاط التاريخية قال لك مريم ابنة عمران، هي لا ابنة عمران ولا أخت موسى ولا هارون. في سورة العنكبوت أيضا الآية 64، وهامان وفرعون وغارون وجاءهم موسى بالبينات. هامان ما كان موجود بزمن موسى، ولد بعد موسى بألف سنة، هذا ملك لأحشيرش في سوريا.
الرسول كان يسمع محمد يسمع هاي الأخبار ويكتبها. ما له دعوة هذا بهذا، هذا وين وهذا وين. المفسرين طاحوا في مشكلة، قال لك لا عندنا هامان آخر يتكلم عنه. الآية واضحة تتكلم على غارون إنه غني وفرعون إنه ملك وهامان إنه وزير، وجاءهم موسى بالبينات اللي هو نبي، واتكلم على أربعة ناس كبار. مين هامان اللي حطيته؟ عرفونا هامان. قال لك رجل من الناس اسمه هامان. هو موسى يقعد مع رجل من الناس اسمه هامان أو فرعون هيك بالشرع يعني؟ لازم يكون وزير رئيس، لأن الآية تتكلم على رتب، أربع رتب. مين هم دولي؟ فمحمد كان بالفعل هو يقصد هامان وزير حشيروش، لأن ما في غيره أصلا هامان بالتاريخ معروف، وهذا وزير مال حشيروش وكان عنده مناوشات مع مصر، بس ما كان بزمن فرعون أصلا. سمح كاتب القرآن وحطها. الآية اللي حضرتك أخويا جو ذكرتها يتكلم مع النحل، خذي من كل الثمرات. ما في نحل يأكل بطاطس ولا نحل يأكل بصل، هذا كله مش موجود أصلا. فهو صاحبنا كان يسمع ويكتب وهذه المواضيع. النقطة الثانية أنه بالآيات لها سبب نزول. سبب نزول الآية يقول لك هذا ليس كلام من الله، يعني لو ما كان سبب ما كان نزلت الآية. لو ما كان حفصة تتخانق مع عائشة ما كان عندنا أربع آيات بسورة الأحزاب، ما في إطلاق. لو ما عمر يتحرش بسودة بنت زمعة ما نزلت سورة النور. عمر اللي راح، يعني عمر افرض عمر ما كان موجود ما كان عندنا آية اليوم، ولا كان عندنا حجاب أصلا. لو ما كان المشركين قالوا للرسول تعال اسجد لأصنام ونعبد آلهتك، ما كان عندنا سورة الجن أصلا. فسبب نزول الآيات يبين أن هذا ليس كلام تعليمي، هو في حدث يحصل، في موضوع يحصل عند البشرية هناك. محمد ينزل له آية قرآنية يقول لهم لا هذه الآية تحل مشكلتكم. طيب في مشاكل ما حصلت زمن الرسول، بعد الرسول حصلت، كيف نحلها؟ ما فيش رسول، ما فيش حد ينزل. لهذا السبب في بعض الآيات يقول لك نزلت في زمن أبو بكر من بعد حروب الردة، الرسول كان ميت، نزلت على من؟ تعلموا من محمد. أبو بكر تعلم من محمد. كل مشكلة تحصل يجيب لها آية. بعد حروب الردة نزلت ثلاث آيات. سألوا عمر ما هذه الآيات، قال نزلت بعد وفاة الرسول. طيب مين الرسول نزلت عليه؟ هي نزلت سقطت بالأرض ولا إزاي يعني؟ في حد استلمها من الوحي؟ مين اللي استلمها؟ الرسول ميت. نفس عائشة تقول مات رسول الله وانشغلنا بموته، دخل الداجن وأكل آيات الرجم ثم نسخت. شو معنى نسخت؟ يعني بدلناها جبنا آية مكانها. الرسول ميت، مين نسخها؟ مشاكل كثيرة جدا في هذا الكتاب تم تجميعها من الشرق والغرب، من الشعراء، من الجاهلية، من قصص كثيرة جدا، ووضعوها بالقرآن وقال لك هذا كلام الله. بس ببساطة اليوم المسلم يغرم خلال هذه البرامج يفهم أن هذا ليس كلام الله، هي أمور تحصل وحروب تحصل في ذلك الوقت اللي يسمى جاهلي، وكتبوها لنا ككتاب وانت لازم تؤمن به ولازم تمشي على هذا الكتاب. الأخطاء اللي وقع بها القرآن أيضا منها خطأ ملفت للنظر، تقسيم الإرث. إذا رجل مات وعنده أولاد، اثنين أولاد أو زوجة، ورا الرجل مات كيف نقسم الأموال؟ حسب صورة النساء مش ممكن، مستحيل. للذكر مثل حظ الأنثيين، للأم ثمن، للمش عارف سدس، للأب اللي مات ثمن، تعال غسم لك 100,000 دولار خلى بالبنك تعال غسمه، لو تنقص لو تزود مش ممكن. ليش؟ لأنه حط مبلغ. لهذا السبب العلماء قال لك في شيء اسمه العول. الرسول قاله؟ لا. في حديث صحيح؟ لا. فقهاء عمله اسمه العول. ما معنى العول؟ واحد يعول الثاني، اللي ماخذ 95 يعطي أخوه، اللي ماخذ 90 يعطي 1.5 أو 2.5 علشان يكون متساوي. الفقهاء اجوا وصححون كلام الله خطا عز وجل في هذه التقسيمه، فجابوا شيء اسمه العول، واحد يعول الثاني. طيب العول الرسول تكلم به؟ قال لك لا. في حديث صحيح للعول؟ لا ما في. مين جاب؟ قال لك العلماء علشان يصححون كلام الله. هل هذا ممكن كلام الله يا احباب المسلمين؟ مش ممكن. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحه والسلام حبيبنا. شكرا شكرا اخونا الحبيب كريم. طيب ناخذ كمان سلام المسيح اخونا الحبيب سام. خلينا ناخذ اخونا دلشاد. بعتقد اخونا دلشاد اسم كردي. بعتقد سلام لك. السلام حبيبي. سلام ونعمه. اخونا دلشاد حبيبي نورتنا بين اخواتك، اهلا وسهلا فيك حبيبي دائما وابدا. مساء النور. تفضل دلشاد. أنا بس عندي سؤالين، والله أنا ما دخلت عندكم علشان أناقشكم بالقرآن. أنا بس عندي سؤالين دائما في رأسي والله. دلشاد حبيبي دلشاد، موضوع الحلقة القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله. يعني عندك مداخلة بموضوع الحلقة ولا سؤالاتك في شو يعني بالمسيحية أو كيف؟
أني سؤالي بالمسيحي بس. طيب، لأني أنا بعرفك وبعرف تفكيرك وبعرف أنت عشو عم تدور، فأنا حسمح لك تسأل وجناب القسيس حيجابك بالمسيحية. أخونا دلشات عم يدور وعم يبحث. أوكي، أخونا دلشات كردي، من كردي مسلم. أخونا دلشات يعني استثناء لك ومحبة من أخواتك، حنعطيك المجال، تفضل. شكرا. المسيح أنتم تقولون هو إله ورب، كيف صلبت؟ هو رب وإله، وجاء بعض الناس وصلبوه، كيف يعني؟ أنا هذا يعني مستغرب من هاي أي شيء بصراحة. والسؤال الثاني، هذا صلاتكم لما كان المسيح عايش بين الناس، شو كان صلاتكم؟ وبعد ما ماته هذا صلاتي بشوف لما هو انصلب على زعمكم. أنا طيب حبيبي، طيب دائما اهدى شوي، خلص حبيبي وصلت فكرتك. اول شيء ماشي، اول شيء سؤالاتك مش انسان يبحث مثل ما حضرتك تدعي. اول شيء ثاني، انت جاي تكب شبهه وتغير الموضوع، مش مشكله، لاني انا وعدتك جناب القسيس حيجاوبك. عندك مداخلات لحظه بصلب الموضوع الحلقه، تضلك معنا على القسم. ما عندك حبيبي حننزلك وجناب القسيس حيجاوبك. عندك مداخلات بصلب الموضوع؟ أي تقول؟ نعم، هذا كلام. عندك مداخلات بصلب موضوع الحلقة حبيبي عشان نتركك على الجيست؟ بس أي تقول أنه هذا كلام الله، قرآن كلام حبيبي الله. حبيبي اسمعني، سؤالي واضح، جواب القسيس حيجاوبك حبيبي، بس بالقابل جاوبني، هل عندك مداخلات بموضوع الحلقة أنه عندك إثباتات أنه القرآن هو كلام الله؟ عندك عشان تضل على الجيست بعد ما جاوبك القسيس. أنا رح أنزل، ما مش عالم يعني. أوكي حبيبي، ربنا معك، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. طيب شكرا جناب القسيس. معلش، هو السؤال نحن طبعا الجواب ما يكون موجه لشخص واحد، يكون موجه لكل إخوتنا. ما فيش مشكلة، تفضل جناب القسيس. أول حاجة إحنا بس عشان أوضح حاجة، وأنا عارف إنك أنت هتتفق معايا فيها. أولا يعني إحنا لما بنقول بنركز على موضوع الحلقة، بنقول بنركز على موضوع الحلقة عشان ما نتشتتش. لكن بالنسبة للإجابات، إحنا الكتاب نفسه بيعلمنا إن إحنا نكون مستعدين أن نعطي جواباً عن سبب الرجاء الذي فينا. فالأخونا العزيز بيقول ليه المسيح صلب، إذا كنت أنا فهمت سؤاله. الحياة الثانية، إحنا كنا بنصلي إزاي وجاب لما كان المسيح موجود، وبنصلي إزاي بعد المسيح ما صلب. فهمت أنا سؤاله كده أخي جو ولا أنا؟ نعم 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 جناب القسيس، طبعا سؤال إسلامي بحت يعني. أول حاجة، الله عندما خلق الإنسان، خلق الإنسان على صورته كشبهه. إيه معنى على صورته كشبهه؟ معناه أنه خلق الإنسان على صورة الله في البر والقداسة، أي أن الإنسان عندما خلقه الله لم يكن له خطية. كان في الشيطان مخلوق قبل الإنسان. الشيطان لأنه هالك يريد أن يهلك البشرية. طبعاً إحنا عندنا حاجة مهمة جداً جداً، إن الله كان عارف مين هو الإنسان وكان عارف مين هو الشيطان، على عكس تماماً الفكر الإسلامية إن إله الإسلام ما كانش عارف الإنسان، والشيطان كان يعرف الإنسان أكتر من إله الإسلام. لأنه لما إله الإسلام بيقول إني جاعل في الأرض خليفة، قال له الشيطان أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهنا الفكرة، فهنا ده أعلم من إله الإسلام، لأنه فعلاً الإنسان فسد. المهم خلينا أرجع تاني للإجابة المسيحية. إذن بعد أن جاء الشيطان وأغوى الإنسان عشان يسقطه، عشان ياخده معاه لجهنم، كان في حاجة من الاثنين. إما أن الله يبيد الجنس البشري بالكامل متمثل في آدم، وكان ده هو العدل الكامل، لأن الله قال لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. إذن لو الله أمات الجنس البشري وأنهى الجنس البشري، يبقى الله هنا حقق العدالة الكاملة. لكن هيبقى في مشكلة، إن الله رحيم في نفس الوقت، والله صفاته لا تتغير. وإحنا النهاردة بنتكلم عن تغيير كلام الله، لأنه إله الإسلام فهو بيغير كلامه وصفاته بتتغير. لكن الإله الحقيقي، الله الحقيقي، إله الكتاب المقدس لا يتغير. طيب لو هو نفذ صفة العدل ما حدش هيلومه، لكن هيغيب عنه صفة الرحمة. دي حاجة.
الحاجة الثانية أنا بأخذها كمثال، لو أنا عندي مثلا، أنا المثال ده قلته لصديق لي، الصديق لي ده ميكانيكي وشاطر جدا في تصليح العربيات، فقلت له لو عندك عربية غالية عليك وفيها كل عيوب الدنيا ومش بتمشي، امتى ترمي العربية دي؟ قال لما ما عرفش صلحها. قلت له طب لو تعرف تصلحها تعمل ايه؟ قال لي هعمل جهدي عشان اصلحها لانها غالية عليا. فهنا الله لانه يعرف كيف يصلح ما افسده الشيطان في ادم وحواء، عشان كده بدل ما يبيد الانسان الله مارس كمان الرحمة. طيب الله مارس الرحمة بس ولا الرحمة والعدل؟ الرحمة والعدل، لان الصفتين متلازمتين مع الله، الصفتين ما فيش واحدة منهم تخلي التانية تغيب. طب ازاي مارس الرحمة والعدل؟ كان في لازم حد يكون بلا خطية يدفع ثمن خطية الجنس البشري. طيب الجميع زاغوا وفسدوا، كل البشر فاسدين، يعمل ايه؟ فالله بنفسه جاء، عشان كده بنقول ايه عن المسيح ان الله ظهر في الجسد، بيقول كده عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الجسد ده لم يلغي صفة الله، لكنه ظهر في الجسد لهدف ومهمة معينة. هذا الهدف وهذه المهمة انه يخلص العالم، يدفع الدين، وعشان كده جاء المسيح وصلب. هل صلبوا المسيح رغم عنه؟ لا، ده الكتاب بيقول ايه؟ وأطاع حتى الموت، في رسالة بولس الرسول إلى آل فيليب أصحاح 2، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. خلي بالنا من دقة الألفاظ هنا بقى يا خجو، احنا بنتكلم في القرآن والتبديل والتغيير وكل القصة دي، لكن دقة الألفاظ، آدم أدخل الموت إلى الجنس البشري بالعصيان، المسيح أحيا العالم بالطاعة. فهنا حل مشكلة عصيان الجنس البشري جاء بطاعة المسيح انه يذهب الى الصليب، واطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى المسيح لما راح للصليب ما راحش رغم عنه، لانه اكتر من مرة يحاول يمسكوه ما يعرفوش يمسكوه. لما جاء الوقت وجاءت الساعة واسلم نفسه، عشان كده الرسول بطرس بيقول ايه؟ هذا الذي اخذتموه بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه، هذا أقامه الله ربا ومسيحا. يبقى هنا المسيح ما فيش حد صلب رغم عنه، هو اللي جاء عشان يصلب، هو اللي راح للصليب عشان يحقق حاجتين: العدل الإلهي إنه دفع ثمن الخطية، مات نيابة عن الجنس البشري، والرحمة الإلهية بأن هو رفع خطية العالم وما خلاش الإنسان يموت. أما عن الصلاة قبل وبعد، لم تتغير الصلاة، فنحن نصلي لله الآب، والرب يسوع المسيح علمنا أن احنا لما نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، يعني نوجه صلاتنا لله. ولأن احنا ما نقدرش نروح لله إلا من خلال المسيح وعمل الكفاري، عشان كده بنختم صلاتنا في اسم المسيح. الصلاة لم تتغير، فهي موجودة زي ما هي، احنا ما عندناش براق علم الرسول يصلي كم مرة ولا الكلام ده كله، ولا عندنا براق يخلي رسول الإسلام يعمل عملية مفاصلة يفاصل بينه وبين الله. لما قال له خليهم 50، قال له طيب موسى رجعه تاني، قال له يا عم ده كتير على شعبك ان يصلوا 50 مرة، وفضل نرقصهم لغاية ما بقوا 5. ما عندناش الكلام ده، لان احنا الصلاة بالنسبة لنا مش فرض علينا، لكن الصلاة بالنسبة لنا ان احنا محتاجين ومشتاقين ان احنا نكون في محضر الله، وبيبقى امتياز لنا ان الله يقبلنا ان احنا نكون في محضره. عشان كده نبي الله داود بيقول: اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، اسجد في هيكل قدسك بخوفك. احنا ما عندناش حكاية انه مش عارف ايه اللي يفسد الصلاة، ولو انت ملت يمين وملت شمال وما عندناش الكلام ده. احنا نرجع لموضوع الحلقة وشاركة مع الله بس. طبعا هذا الجواب ما كان للأخ المسلم فقط، طبعا نحن بنشكره أنه وجه هذا السؤال. نحن كلنا حتى كمسيحيين كمان بنحب نراجع معلوماتنا، بنحب نسمع كلام ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. موضوع الحلقة، بنرجع لموضوع الحلقة قبل نروح أخونا سام، وكمان حنرحب كمان بأخونا الحبيب حمزة بين أخواته. موضوع الحلقة أحبائي: القرآن يصرخ، لست كلام الله. نحن استعرضنا لكم أكثر من صرخة من الأخ كريم، من جناب الأسيس ومن الأخ جو، أن القرآن ليس كلام الله. وإذا رحنا للخلق أو
تكوين الخلق يقول خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، يعني الظهر والصدر، يخرج من بين الصلب أي الظهر والصدر والترائب. ركزوا على الترائب، الترائب هي نهدي المرأة، هي نهدي المرأة. إذن خلق الإنسان يتكون، تكوين الإنسان في القرآن الكريم خلق من ماء دافق، طبعا هذه سورة الطارق الآية 6 و7 كمان، خلق من ماء دافق، ماء جاري دافق بالدفق، يخرج من الصلب اللي هو الصدر والظهر. ماء الرجل يا جماعة بالقرآن الكريم أي سائل المنوي يخرج من الصدر والصلب ألا وهو الظهر، ألا وهو الظهر. والترائب، الترائب عند المرأة أي نهدي المرأة، نهدي المرأة. طيب الإنسان يا أحبائي بشرح له، أول شيء الإنسان لا يخلق أبدا من ماء المرأة، لا يخلق أبدا من ماء المرأة، لا من الترائب ولا من الفرج ولا من أي ولا من أي مكان كان. نعم، والمعروف طبيا وعلميا إن هو يتكون اتحاد البويضة داخل الرحم مع نطفة واحدة من الرجل، هو من يكون الجنين. نعم، اتحاد البويضة داخل الرحم، نطفة واحدة من الرجل يكون الجنين داخل رحم المرأة. وكمان الماء لا يتكون أبدا يا أحباء من المنطقة الصدرية عند المرأة ألا وهي الترائب، الترائب أبدا أبدا أبدا، لأنه كاتب القرآن كان يرى الأنثى وهي ترضع الطفل من ثدييها، فاعتقد أن الجنين الذي يخرج من فرجها يتكون من ماء موجود داخل الثديين، وهذا غلط لا يقع فيه طفل صغير في عصرنا الحالي. طفل صغير بمرحلة الابتدائية لا يقع فيه بعصرنا الحالي، لأنه مستحيل أن يتكون الطفل من ماء المرأة، والماء المرأة يخرج من الصدر من التراب، هذا الشيء مستحيل يا أحبائي الحلوين. ولا يتكون أيضا مني الرجل من منطقة الصدر والصلب اللي هو الظهر، هذا الشيء مستحيل، لأنه يتكون السائل المنوي داخل الصفين أو الخصيتين، داخل خصيتين الرجل يتكون ويتدفق الماء، ماء الرجل اللي هو السائل المنوي الذي يخرج من العضو الذكري لرحم المرأة أثناء العلاج يا أحباء. معلش ما في لا حياء بالدين. نعم، بعيدا تماما 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 عن الصدر وعن الظهر، بعيدا تماما عن الصدر وعن الظهر. وفي حديث صحيح أيضا في صحيح مسلم يقول ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا، نعم فإذا اجتمعا فعلا، فمني الرجل ومني المرأة اذكرا بإذن الله، وإذا عليا من الرجل من المرأة من الرجل أنثى بإذن الله. يعني إذا مي الرجل السائل المنوي تبع الرجل علي عن المرأة، علي عن المرأة بيطلع الولد ذكر، وإذا السائل المنوي إذا عليا مني المرأة، مني المرأة على مني الرجل، يعني السائل المنوي اللي بتقذفه المرأة أكثر من السائل المنوي اللي بيقذفه الرجل، حيكون في أنثى الجنين أنثى. وهو ده في صحيح مسلم. يا أحبائي تعالى ألكم شيء، ليش المرأة عندها سائل منوي أصلا؟ هل المرأة عندها شيء اسمه سائل منوي أو مني؟ هل الماء الذي يخرج من المرأة هو له علاقة بالجنين أو بتكوين الجنين؟ لا أحبائي، لا، عند إثارة المرأة وشهوة المرأة يخرج إفرازات سائلة لترطيب المهبل، لترطيب المهبل لتسهيل عملية العلاج، أي إدخال العضو الذكري في العضو الأنثوي، أي إدخال العضو الذكري. ركزوا يا أحباء، سائل المرأة لا علاقة له أبدا بالجنين ولا بتكوين الجنين، لا من قريب ولا من بعيد. هذا يثبت تماما وبصرخة قوية إن القرآن ليس كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام الله، لأنه اللي بيقول لك
أنه السائل المنوي ابن الرجل تبع الرجل بيخرج من الصدر ومن الظهر، هذا لا يفقه شيئا. طفل هلأ بالقرن 21 بصف الأول الابتدائي مستحيل، إذا قلنا له هيك تعال يا بابا تعال بابا السائل المنوي تبع الرجل، وخاصة بهالوقت المرحلة العلمية والتطورات اللي وصل إلا العلم والطب، بابا السائل المنوي بيخرج من وين؟ حيقول لك من الخصيتين. بس يا بابا الله بيقول اللي بابا إذا جيت حك عليه هذا الله ولا واحد غبي، أنا آسف حيقول لي يا بابا هذا واحد غبي مش الله، مستحيل يا بابا مستحيل. طيب طيب يا بابا اوكي، طيب السائل المنوي تبع المراه بيخرج من الثديين يا بابا، حيضحك عليه يقول لي بابا يا انت مجنون يا اما انت عم تنقل لي كلام واحد مجنون، يا انت مجنون يا بابا يا عم تنقل لي كلام واحد مجنون، حيضحك عليه اذا طفل بالصف الاول الابتدائي. يا احباء بدليل قاطع ولا في ادنى من الشك ولا ثغره من يقول هذا الكلام، يستحيل أن يكون مش الله، مستحيل أن يكون يعرف بتكوين الجسد الإنسان أو حتى بصدر المرأة أو حتى بجسد الإنسان، فقط مجرد كلام بكلام يخرج من الصدر في سائل منوي يخرج من الظهر يا جماعة أو من الصدر أو يخرج المني المرأة من الترائب من الصدر من الثديين، ليه أصلا المرأة عندها سائل منوي؟ أصلا المرأة عندها سائل منوي؟ فكروا أحبائي المسلمين، فكروا أرجوكوا فكروا، شغلوا الدماغ لك، العالم تطور لك الطب، أنت هلأ روح الطب روح اسأل كيف يخرج يتدفق السائل المنوي، هل المرأة عندها سائل منوي؟ حيقول لك كذا وكذا وكذا، حتتأكد أنه كاتب القرآن لا يمكن أن يكون مش الله، لا يمكن أن يكون إنسان عنده ذرة علم ذره علم. صرخه اخي صرخه اخرى تثبت ان كاتب القران لا يمكن ان يكون اله. القران يصرخ الان لست كلام الله. طب ناخذ حبيبنا سام بمداخله وناخذ اخونا الحبيب حمزه. حمزه طبعا كل عام وانت بخير، تفضل سام. طيب سلام ونعمه محبه ملكنا والهنا ومخلصنا تكون مع جماعكم كالعاده مع العقول الاسلاميه الغريبه. مسلم وافتخر ده ما طلعوش ده شتم لو سمحت يا استاذ هذا بس شتم. طيب فكالعاده يعني الاخوه المسلمين يعني اجسام الجمال وعقول العصافير. حضرتك قاعد بتتكلم عن الاخطاء الاملائيه في القران والاخطاء العلميه في القران، فبقول لك طب مكتبك مش عارف فيه ايه، طب مكتبك فيه ايه يعني. اهلا وسهلا استاذ ابن فتحي لو سمحت، ما مكتبك مش عارف فيه ايه، كتابك فيه ايه، كتابك فيه ايه، كتابك فيه كذا وكتابك فيه كذا، وسايب الحوار طبعا وقاعد يا حرام كانه انت بتقول له والدتك رقاصه، فبيقول لك ما ابن الجيران كمان امه رقاصه. فانا مش عارف يعني بترد على كتابك بانك تقول ما في كتب تانية وحشه، فمش مشكله انا كتابي يبقى وحش، هذا هو النقص. طيب تعال بقى نتكلم عن تحريف القران وتاليف القران. ده موضوع لسه الحلقه اللي جايه بتاع يوم الجمعه ده. القرآن بين التأليف والتحريف ده حلقة الجمعة. وهتبقى معايا كمان النهاردة. هل القرآن نعم احنا بنتكلم عن القرآن يصرخ اني لست كلام الله، لست كلام الله. ما هو اذا حرف فهو ليس من كلام الله. عن ابن عباس قال في سورة الإسراء 23 انها نزلت في قرآن ابن عباس ووصى ربك الا تعبدوا الا اياه. ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم محمد. طيب قال ايه؟ قال انها التصقت احدى الواوين، الواو الثانيه التصقت في الصاد فقرات وقضى ربك. وابن عباس كمان وضح في كلامه قال لو انه على القضاء لما اشرك به احد. هو فعلا الله اذا قضى الله امرا فلا مرد لقضاء الله، فمستحيل اقدر اقول ان الله قال قضيت بان يعبدني الخليقه كلها ويجي حد تاني يعبد غير الله. الآية اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي اللي هي في سورة البقرة اللي هي إني جاعل في الأرض خليفة، الآية دي كمان سورة البقرة 30 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ودي كارثة سودة لأنها نزلت خليقة وليس خليفة. في التنقيط نسي يحطوا نقطة تانية على الفه فصارت خليفة. طب هناخدها خليفة كما هي مكتوبة. هل الله عقلانيا كده لوجيكلي الله جعل في الارض خليفه له؟ هم لما يقولوا خلف فلان وفلان
يعني شبهه في كل شيء. يعني لما يقول في واحد مثلا ده خليفة محمد صلاح أو خليفة ميسي، فهيكون عنده نفس صفات محمد صلاح، بيلعب برجله الشمال وينج ليفت، بيشوت جامد، بيحرز أهداف، يبقى هو خالفته لأنه فيه نفس تعاليمه. إذا كان الله بيقول للملائكة، يعني قاعد مع الملائكة بياخد رأيهم، بيقول لهم تعالوا يا شباب اقعدوا معايا، أنا هجعل في الأرض خليفة، هل في عقل بشري يفتكر أن الله لمم الملائكة وبيقول لهم على فكرة أنا هجعل خليفة ليا في الأرض؟ الخليفة ده خليفة لمين؟ هل خليفة لله فهو نفس صفات الإله؟ يبقى الله تجسد، ما عندناش حل غير كده. فهي نزلت جاعل في الأرض خليقة وليس خليفة، وطبعا اتكتبت هكذا، والمفسرين بيرقعوها هكذا، حتى الطبري يقول لك ايه فلان خلف فلان. هي تنفع كده وتنفع كده، وخاصه ان القران نزل من غير تنقيط اخويا سامي، حمل اوجه. ما هو حمل اوجه، فهو حتى الطبري بيقول لك ان هي هكذا نزلت، بس هي فلان خلف فلان. وبعدين يقول لك ايه اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اذ خلقتكم ولم تكونوا شيء، فهو دي دليل على انها نزلت خليقه وليس خليفه. طيب نتكلم في نقطه كمان وهي وضع الصور. حته في سؤال اخويا سام في الحته دي، اتفضل يا حبيبي. الكارثه بتاعتها عارف في ايه؟ هو مين اللي يعرف اكتر؟ لانه الملائكه ردوا على الله اتجعل فيها، كانت خناقه بقى، اتجعل فيها من يفسد فيها. لما نيجي نشوف النتيجه هنلاقي ان الملائكه كانوا عارفين ان طلع كلامهم صح، لكن اله الاسلام ما كانش عارف، معلوماتهم كانت اقوى الملائكه طبعا. وبعدين الملائكه كانوا يعرفوا منين ان هيسفك فيها الدم، الانسان هيسفك الدم. سفك الدم ده كان بعد ادم، كان اول سفك دم كان قايين وهابيل. الملائكه بتعرف الغيب كمان، فدي نقطه. تعال بقى نتكلم عن اسماء الصور. فانت لما تيجي تكلم واحد مسلم وتقول له هل القران ده من الجلده للجلده كلام الله، يقول لك طب هل اسماء الصور نزلت من عند الله؟ هل الله قال يا محمد ساقرئك الان سوره البقره؟ أسماء الصور، من الذي أسمى الصور القرآنية؟ يبقى القرآن مضروب في مفكات. إذا كان هناك كلمة واحدة داخل القرآن ليست من الله، يبقى احنا كده حكمنا عليه بأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعال نشوف الاختلافات في القرآن. لو قعدنا نتكلم في الاختلافات في القرآن طبعا هناخد حلقتين ثلاثة، بس أنا كمان لازم أحوش شوية معلومات للبرنامج بتاعنا الحلقة بتاعتي. فأسماء الصور يا سام خبي لبكرة حبيبي، عندنا بكرة نفس الحلقة نفس الموضوع. أنا بقول لك عندنا نفس الموضوع طبعا، مش هديكوا كل عم بيلحوا علينا مشان الاعلانات بعد اذنك، لانه كمان حناخد حمزة وحناخد ابن فتحي كمان اخوه مسلمين واختنا سوسو. اتفضل سام. اوكي طب بس على سور القران، السور القرانيه، تسميه السور، من الذي اسمى السور القرانيه؟ اللي سماهم هم الصحابه، يبقى الصحابه اضافوا الى كتاب الله لانهم وضعوا ما ليس في كتاب الله، هم اللي سموا الصور وهم اللي قالوا البقره. بفتح القران الاقي سوره البقره، سوره ال عمران، سوره الفاتحه، سوره مش عارف ايه، وسوره التوبه، وسوره وسوره وسوره. هذه الاسماء ما انزل الله بها من سلطان، لا نعلم من الذي أسماه. بعضهم قال سميت من قبل النبي ومن قبل الصحابة، يعني الصحابة حطوا في القرآن. طيب عمر بن الخطاب أنزل 8 آيات في القرآن، الله كان بيوافق عمر بن الخطاب، كان بيغش من عمر بن الخطاب. يعني إله فاشل اللي يغش كلمات من واحد حتى مش من الرسول، حتى يعني ما أخدش من الرسول وقال، أخذ من عمر بن الخطاب زي سورة التحريم 5 مثلا. فكل هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا كتاب مؤلف، مع كل الاحترام طبعا والتقدير لإخواتنا المسلمين، ولكن كتابكم مؤلف. شكرا يا أستاذ جون، شكرا يا أسيسنا، وشكرا لقناة الأرامية. حمزة حبيبي حمزة، بس بدك تأخذنا تعطيني دقيقة واحدة بس بقرأ إعلانات البرامج بالحلقة، سامحني حمزة. طبعا عنا حلقة استحالة تحريف القرآن الخميس 14 مارس الساعة 1 الظهر توقيت شرق أمريكا، 8 مساء. استحالة تحريف الإنجيل مش استحالة تحريف القرآن. بشكرك حبيبي جناب الأسيس على التعديل على التصحيح، استحالة تحريف الإنجيل، نعم، لأن القرآن هو محرف. الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت القاهرة. البعض حبايبي
قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، برنامج أخونا الحبيب سام أيام وأختنا ديفاين ومتقديم الأخ جو. الحلقة: هل حفظ إله الإسلام القرآن من التحريف كما وعد؟ طبعا هدول العناوين حتشوفوا، حتلاحظوا هذا الشهر كل برامج القناة هي تقريبا بهذا العنوان، لأنه هي نحن بماراثون سلسلة تحريف إثبات تحريف القرآن. الخميس بكرة طبعا 14 مارس الساعة 3 بعد الظهر توقيت شرق أمريكا، 9 بتوقيت أوروبا، عشان التوقيت الجديد بتوقيت أمريكا، ساعة 8 بتوقيت أوروبا مش ساعة 9، ساعة 9 بتوقيت شرق الأوسط، يعني 8 بتوقيت أوروبا مش ساعة 9. البعضه حبايبي بعد إذنكو شباب للمسيح، وعنوان الحلقة: نقاء الوحي الإلهي من الترقيع والتحريف. أختنا الحبيبة الغالية روجينا وأخونا الحبيب أستاذنا الدكتور باسم جورائيل، والدكتور باسم جورائيل على فكرة هو مدير قناة الأرامية. الخميس 14 مارس كمان بكرة الساعة 4:30 توقيت شرق أمريكا، يعني ما بعرف كيف هلا صار خربطه، مثل حقول مثل البرنامج 11 مساء توقيت بغداد، 10 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت اوروبا، مع انه في كسور يعني في نص، لازم نقول 10 10 ونص بتوقيت 10 ونص بتوقيت القاهره، 10 ونص 11 ونص. نعم حبايبي البعض بعد اذنكم. المرأة وأحكام القرآن، نعم أخواتنا الصبايا المريمات، عنوان الحلقة: عائشة وتحريف القرآن، برنامج أختنا أفنان وأختنا جديدية وأختنا ديفاين. الجمعة، كله الخميس يعني، الجمعة 15 مارس 12 دورة بتوقيت شرق أمريكا، 8 بتوقيت 8 بتوقيت بغداد، 7 توقيت القاهرة، 6 مساء أو 5 مساء بتوقيت أوروبا. أنا ما دقوا علي بس أنا حافظ توقيت أوروبا، معلش. القرآن بين التأليف والتحريف، عنوان الحلقة الجاية من برنامج أخونا الحبيب كريم البطل، بطل أبطال كريم الإيراني، وجناب الأسيس حبيبنا وأستاذنا ثابت مجلي الموجود معنا طبعا. الجمعة كمان 15 مارس 3 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، 11 بتوقيت بغداد، 10 توقيت القاهرة، 8 بتوقيت 9 بتوقيت القاهرة و 8 بتوقيت أوروبا. أيوة بتشيلوا بتنقصوا ساعة ساعة بتنقصوا منها، لأنه تغير التوقيت، توقيت أمريكا تغير، أمريكا وكندا تغير. طبعا قلنا عنوان الحلقه: القران بينه تحريف القران، من ضمن تحريف القران سؤال وجواب من الكتاب المقدس، وبعنوان الحلقه الجديده: سلامه نصوص الكتاب المقدس من التحريف. السبت 16 مارس الساعه 12 بتوقيت شرق امريكا، 5 بتوقيت اوروبا، 7 بتوقيت القاهره، برنامج اخونا الحبيب محب واخونا البطل السيد النمر اللي هو هشام شكري. الحكم بعد المداولة، نعم. عنوان الحلقة: يوحنا الدمشقي واللاهوت القرآني. السبت 16 مارس 3 بعد الدور بتوقيت شرق أمريكا، 10 مساء بتوقيت القاهرة. هو هذا البرنامج من إعداد أخونا الحبيب البطل هولاكو وأخونا والجناب الأسيس ثابت مجلي، من تقديم الأسيس ثابت مجلي. السبت 16 مارس 3 بعد الدور توقيت شرق أمريكا، 10 توقيت 9 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت مصر. طيب انتوا شيلوا دائما بالاعلان، شيلوا ساعه ساعه. ماراثون اسبوع آلام المسيح وقيامته، ان طبعا كونه دخلنا هلا بصوم الخمسين قبل القيامه. الجمعه طبعا شايفين سلسله خدام، بعتقد جميع خدام الرب في قناه الاراميه، ماراثون اسبوع آلام المسيح وقيامته الجمعه، برنامج كثير مهم لكل مسيحي، وممكن كل الاخوه المسلمين كمان يشاركونا فيه ويشوفوا هذا الحلقه. الجمعه 22 اذار الى السبت 1 نيسان، يعني تقريبا اسبوع، تقريبا اسبوع اسبوع نعم، او اكثر من اسبوع، 9 ايام. استمتع بتجربه 11 يوما اوبا مليئه بالبرامج الملهمة من متحدثين مرموقين مثل ما مكتوب بالإعلان. خلصنا الإعلان أو بعد حبايبي؟ طيب نرجع لعنوان الحلقة، نرجع لعنوان حلقتنا وبرنامجنا اليوم: المسيح أم محمد؟ القرآن يصرخ أني لست كلام الله. حمزة حبيبنا، سلام المسيح لك والسلام عليك، وكل عام أنت وعيلتك وأهلك بألف ألف خير.
تفضل حمزة. انت بالالف خير سيد جو. اول شيء بحييك وبحيي ضيوفك على اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة حابب اذكرك بشغله، تذكير بشغله. هون نحن هلا قناه تلفزيونيه فضائيه، يعني مش على التيك توك. نحن مباشر على الفضائيات، قناه اسمها الابن سات الاراميه، يعني منقوله على الفضائيات نايسات، ممكن يكون هودبير امريكا والى اخره. تفضل حمزه. ما فيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الوعد الصادق الامين. اما بعد، بسم الله نبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. بالنسبه انه خلق الانسان خلق من ماء دافق، النسب هو تلك العلاقة المادية من جانب والمعنوية من جانب آخر، التي تربط الإنسان الذكر العاقل صعودا بأبيه وأعمامه وأجداده وبأمه وأخواله وأجداده، وتربطه نزولا بأبنائه وبناته وأحفاده وبأزواج هؤلاء وأولئك جميعا. ولعلي أوضح ما يصف مشان أخذ تتمة الآية. تلك العلاقة هو قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، من آية من سورة الفرقان آية 54. والماء في الآية هو الذي أشار إليه تعالى بقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الطارق، سورة الطارق رقم 5 و7. والبشر في الآية قسمان: ذكور وإناث، من الناحية البيولوجية كبشر، وذكور وإناث أيضا من الناحية الإنسانية في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات رقم الآية 13. نلاحظ عندما قال بشر قال نسبا وصهرا، وعندما قال الناس قال شعوبا وقبائل. أما العلاقة التي تربط الذكر بأسرته وعشيرته فهي صلة الدم التي سماها سبحانه نسبا. حنعطيك دقيقة بس، كمان دقيقة معلش، حنحترم رأيك وحنحترم كلامك، نعطيك بس كمان دقيقة وبعدين حنقاطعك بعد إذنك حمزة، تفضل. ممكن الأخوة يتداخلوا معكم. وأما علاقة الأنثى بذلك كله فهي صلة الرحم التي سماها صهرا، وهاتان الصلتان صلة الدم بالنسب وصلة الرحم بالمصاهرة هما العمدة والأساس في بناء الأسر التي تقوم عليها المجتمعات ككل من الناحية الإنسانية. يبقى أن نشير إلى لغوية تتجلى في إطلاقه تعالى على صلة الرحم اسم الصهر، فالصاد والهاء والراء أصل صحيح في اللسان في معنى واحد، هو التذويب بالحرارة الشديدة، والصهر بفتح وسكون ثم وراء معجمه في الكيمياء هو تحويل المعادن الجامدة إلى سوائل، أما الصهر بكسر فسكون ثم راء معجمه فهو صلة قرب بالزواج، وصهر الرجل زوج ابنته أو ابنة أخيه أو زوج أخته أو حمزة. أنا أسف بعتقد الوقت شوي أخذنا، معلش حمزة، شكرا لك. بس ضل آخر، بس آخر حاضر حاضر، بس اختصر أرجوك، يعني نص دقيقة حاضر من عيوني أكرم، تفضل. نص دقيقة هون تتم للآيات: ما كان محمدا أبا أحدكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والأب في الآية هو الوالدة، لأنها قد يكون الأب غير والد، والآية كما تفهمها تتحدث عن شأن خاص يتعلق يزيد بن حارثة وتبني النبي صلى الله عليه وسلم، تخطب أهل زمن النزول، وعن شأن عام يتعلق بالانتساب لمحمد صلى الله عليه وسلم برابطة أبوه، نفى سبحانه قيمتها وإن صحت ليرسخ بدلا من رابطة الإيمان بالرسالة والنبوة. وهذا معنى قوله تعالى في تتمة آية الأحزاب: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والمخاطب هنا هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حمزة حبيبي، حمزة خلص حبيبي أرجوك، بس في حاجة واحدة بس أخجو، معلش أنا أستأذنك حمزة،
واحنا البرنامج عن هل القران كلام الله. حضرتك دخلت في موضوع وفرعت الموضوع وابتديت تقرا تفسير. هو اذا جناب الاسيس انا حقاطعك انا اسف، هو اول بدايته حب يرد علي عن خلق الانسان وتدفق الانسان من انا واخد بالي من الفكره، لكن بعد كده دخلت في زيد والاب والنسب وممكن نقعد ساعتين في الكلام ده. لكن احنا بنتكلم عن القران حط قواعد على انه ازاي يكون كلام الله. طبعا الاخ جو حط كام صرخه والاخوه حطوا كام صرخه، لكن الصرخه اللي انا بشوفها يعني احنا ممكن هنتكلم عن الموضوع ده وتقعد تتكلم على التاويل والمعنى والقصه دي كلام كتير انشا ممكن يتقال في الموضوع ده. الاخ جو اتكلم كلام العلم بيقول ايه، انا اعتقد حضرتك ما رديتش عليه، انت رديت عليه بكلام انشاء. بس لحظة انا اسف اذا اخواتي الاحباء ما بعرف اذا اخونا حمزة حضرتك نزلت ارجو انك ترجع تطلع، واذا حدا من الاخوة نزله بيكون بغلط يعني مش منا لانه نحن ما بنقبل النزله، بيكون غلط اذا حدا نزلك يا حمزة بيكون بغلط، اذا انت نزلت نحن بتتمنى ترجع لانه كون حضرتك تشجعت وطلعت فاكيد اهلا وسهلا فيك، بتمنى بترجع تطلع حبيبي حمزة. تفضل جناب الاسيس. انا بالعكس انا مش عايزه ينزل لان الفكره نفسها. لا انا حبعت له انا تفضل حمزه. اوكي طيب هو بيقول انا ما نزلت. طيب المهم فاخويا حمزه الكلام ده ممكن ناخده تاويل الكلام ده كله، لكن الاخ جو اتكلم كلام علمي وانا مش هتكلم، انا ممكن الاخ جو يرد عليك في الكلام ده، لكن احنا عندنا في القران نفسه قيد نفسه بكلام، قال ان كلام الله ما فيهوش تبديل. على سبيل المثال في سوره يونس 64 بيقول كده لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أخونا القرطبي قال إيه؟ يعني إيه لا تبديل؟ أي لا خلف لوعده، يعني وعده ما يخلفش، لا تبديل لإخباره، يعني الأخبار اللي بيقولها ما تتبدلش ما تتغيرش، أي لا ينسخها بشيء، يعني ما فيش نسخ. خلي بالك هنا ده اللي بيقوله مين، انا مش جايب كلام من عندي ومش هفصل. جناب الاسيس انا معلش ثواني، بالنسبه للاخوه المسلمين اللي يطلعوا نحن بنستقبل جميع الاخوه المسلمين، جميع الاخوه المسلمين لهم الحق يطلعوا عنا بالبرنامج كائنا من يكون، يطلع يدافع عن ايمانه وعن كتابه عن رسوله، وهذا الشيء نحن قلنا لكم بنحترمه وبنقدره، هذا حق مشروع لكل انسان سواء كان مسيحي او مسلم او يهودي او ملحد او اي شيء، بس ارجو الالتزام بموضوع الحلقه، ارجو الالتزام باداب الحوار وباخلاق الانسان. جناب الاسيس سامحني وتفضل. فأنا عندي هنا الآية بتاعت يونس 64 بيقول لا تبديل لكلمات الله، والشيخ الكبير القرطبي قال لا خلف لوعده لا تبديل لإخباره، أي لا ينسخها بشيء، وإلا تكون إلا كما قال، يعني ما تتغيرش ما فيش تغيير، وأنا بتفق تماما مع ده. ماشي طيب هنيجي للفكرة دي دلوقتي إن إحنا بنقول إن القرآن قال كده. طبعا انا جبت لك تفسير القرطبي لكن ابن كثير بيتفق معاه وكل المفسرين بيتفقوا ان مفيش تبديل لكلام الله. طب هل الايه دي بس بتاعت يونس 64 اللي قال فيها كده؟ لا ده قال ايات تانية كتير بتاكد ان الله ما يبدلش كلامه. طيب لما الله ما يبدلش كلامه هل في ايات تانية بتتكلم عن تبديل كلام الله؟ يعني مثلا في نفس الحكايه الطبري مثلا في نفس الايه دي بيقول أن الله لا خلف لوعده ولا تغيير لقوله عما قال ولكنه يمضي لخلقه موعده وينجزها لهم، يعني ما فيش حاجة تتغير. تيجي كمان في سورة الكهف 27 بيقول واتلو ما أوحي إليك، إله الإسلام بيقول لرسول الإسلام اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، لا مبدل لكلماتي لا مغير لما أوعد بكلماتي التي أنزلها عليك أهل معاصي. فهنا ده تفسير الطبري لسورة الكهف 27، يبقى الكهف ويونس بيتفقوا على أن إله الإسلام ما يبدلش الكلام تمام، وطبعا كل المفسرين بيقولوا نفس الحكاية بس أنا مش هقرأ لك كل التفسير زي الحكاية دي. سورة الإسراء 77 قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا، يعني ما فيش تبديل، ده في سورة الإسراء وطبعا كل المفسرين بيقولوا لن تجد لسنة الله في خلقه تبديلا، لن يغير ذلك ولا يبدله. طيب سورة فاطر 43 بيقول برضو
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سورة الإنعام 34: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طبعا أنا مش هقرأ لك التفاسير، لكن لأن التفاسير كلها بتتكلم بنفس الحكاية. الإنعام 115: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كل الكلام ده تمام، بيتكلم عن فكرة أن لا تبديل لكلمات الله. طيب نيجي لفكرة، هل القرآن قال عن حاجات فيها تبديل ولا لا؟ طيب نشوف الكلام ده بيقول كده، ان القرآن نفسه اتكلم عن التبديل واتكلم عن ان الله بدل كلماته. طيب تعال نشوف الكلام ده، نشوف الآيات اللي قالت ان الله بدل كلماته كده. بعد ما شفنا ان الله ما بدلش كلامه، هنلاقي الله بيبدل كلامه. في سورة النحل 101 بيقول ايه: واذا بدلنا آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتري بل اكثرهم لا يعلمون. يبقى هنا اله الاسلام اللي قال ما فيش تبديل قال لما نبدل. طيب دي سورة النحل. طب نيجي كمان لسورة الاعلى: سنقرئك فلا تنسى، هنا النسيان، الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفي. في سورة البقرة 106: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. جناب الأسيس، نعطي كمان فرصة لأخواتنا المسلمين أنه أوكي تفضل كمل جناب الأسيس، بس خلي نعطي فرصة لأخواتنا المسلمين. أنا هاتي بس أنا على فكرة دي تعتبر أول مداخلة في الموضوع، أنا أخذت مقدمة وإجابة على سؤال، هذا مقصوم من مدخلتك يا جناب الأسيس، مقصوم من مدخلتك. عندي أجوبة لكل أسئلتك. حاضر حمزة، بس أعطيك الحمد بس يقول لكل الأخوة المسلمين عشان يبقى السؤال واضح وما نلفش وندور ونعمل عملية إنشاء. دلوقتي حمزة حبيبي أرجوك حمزة لو سمحت، تفضل جناب الأسيس، أرجو ما حدا يقاطع لو سمحته، تفضل جناب الأسيس. أنا بعد ما قريت لك الآيات دي، السؤال الواضح النهاردة، لما إله الإسلام بيؤكد مرة واثنين وثلاثة وعشرة إن مفيش تبديل ولا تغيير في كلام الله، وبعد كده القرآن هو نفسه اللي بيقول الكلام اتبدل، الكلام اتنسخ، الكلام اتنسى، الكلام اتشك فيه كمان في يونس 94: إن كنت في شك فيما أنزلنا إليك. ده السؤال الأول، وبعد كده أنا عندي أسئلة تاني لو سمح لي الأخ جو. طيب شكرا جناب الأسيس، شكرا لمداخلتك، شكرا. طبعا أخونا حمزة كمان مرة أهلا وسهلا فيك، بس أخونا الحبيب حضرتك أول ما فتت بدك ترد أنت على طبعا خلق من ماء دافق، أنت فقط قرأت الآية ورحت نقلتنا لموضوع تاني ولحارة تاني ولبلد تاني، وكأنه نحن بمسلسل خارج برنامج القرآن يصرخ أن لست كلام الله. أخونا الحبيب يقول لك يخرج من الصلب والترائب، يخرج من الصلب والترائب، يعني من سائل المنوي يخرج من ظهر الإنسان ومن صدره. حبيبي هل أنت يعني أنت هل قرأت عن تكوين السائل المنوي، خروج السائل المنوي من الرجل، وأين يتكون وأين مكانه؟ حمزة جاوبني حبيبي باختصار أرجوك، هل قرأت عن السائل المنوي في جسد الإنسان؟ باختصار انا الموضوع كنت عم بحكي فيه بس انت قطشتني بسبب الوقت، وهلا خليني بهذا. حمزه حبيبي بس لو سمحت عشان في بسيوني في اختصاص، هل قرات انت هل فتحت شي جوجل او شي كتاب عن السائل المنوي بجسد الرجل؟ انا راح اعطيك اياهم كلهم بكتاب الله، ما راح افتح لك غير حبيبي كتاب. هل قرات انت نحن هلا عم نحكيك بالعلم وبالطب بجسد الانسان، هل قرات شيء عن السائل المنوي من اين يخرج وكيف يتكون واين مستقره؟ طبعا يخرج من ماء الرجل، وهو محصور بال هو السائل المنوي اسمه ماء الرجل، مش يخرج ما معه لسائل يخرج من سائل ايه، من وين يخرج، من وين يجي، من وين يتدفق؟ من بين الصلب والترائب. وشو هو الصلب والترائب حبيبي؟ الصلب والترائب. إيه؟ خلق الإنسان من صلصال. من هو الصلب والترائب حبيبي؟ سيبك من صلصال ومن الفحم الصلصال اللي خلق الإنسان منه من طين. هذا حبيبي حمزة، شو هو الصلب وشو هو الترائب؟
سيبك من الترائب، هلا الترائب هو عند الانثى، هو كواعب واترابه وهي الثدي، يعني الترائب يعني ثدي المراه. خلينا بالصلب، ما له علاقه بالثدي نهائيا. طيب اوكي 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 خلاص خلاص، خلينا بالصلب هلا، حنروح بعدين حنشوف له علاقه ولا. قل لي شو هو الصلب؟ الصلب والترائب، الصل هو الصلصال اللي من طين، يعني انت مثلا سوري منك، انت وانا وفلان وقت اللي بنقذف بنقذف طين؟ لا ما بنقذف طين، بس ولكن البيولوجيه تبعيت الانسان المكونه واللي خالقها رب العالمين هي الاساس، المصدر هي حبيبي من طين. شو هو الصلب؟ حدد لي نقط، حدد لي الصلب بجسد الانسان، اين يقع الصلب؟ الصلب الانسان، صلب الانسان يقع في متام خلقه. حبيبي انا عندي جسد بني ادم، تمام، رأس، حواجب، عين، أنف، فم، يدي، كتف، يدين، أصابع، صدر، نهد، بطن. الصلب وين؟ شو هو الصلب؟ الصلب الذي يتكون من السائل المنوي، والسائل ما هو؟ يخرج من الإنسان، بجسد الإنسان، بجسد الإنسان يوجد منطقة اسمها الصلب. الإنسان مخلوق من عدة علاقات، خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، علم ما لم يعلم، علم بالقلم، نعم إلا بعرف حافظها حبيبي. ما أين الصلب؟ أين منطقة الصلب في جسد الإنسان؟ خليني أكمل لك الآية ورح أوصل لك إياها. خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم. يعني بالقلم مثلا او بالعلم، أن وين هو الصلب؟ بالقلم بالديني بس كمل اخي جو علاقة. يا حبيبي عم تعطي الهمزة عم تضيع وقت يا حبيبي. سؤالي كثير، سؤالي واضح، سؤالي واضح. انا اعطيتك حمزة، انا حملك ميوت حبيبي، انا اسف ما بحب، بس احكي ارجوك لو سمحت. نحن هلا مش على التيك توك عم نلعب، اوكي؟ قلت لك نحن بقناة تلفزيونية فضائية. لا مين نزله؟ بلاش تنزلوه يا جماعه، احنا عايزين نحكي معاه، احنا عايزين نتكلم معاه، بلاش. هذا منه اسلوب، انا منه اسلوب. اذا هو نزل، الصلب هو منطقة الظهر والصدر في جسد الإنسان حبيبي. ما تقرأ لي آيات وعلم بالقلم، حدد لي منطقة الصلب أرجوك، حدد لي منطقة الصلب بجسد الإنسان لو سمحت. نحن حابين نوصل لحال مع أخواتنا المسلمين، حابين نحن موضوعنا القرآن. لا مستحيل أن يكون كلام الله، مستحيل أن يكون كلام الله، لأن الله لا يغلط بتكوين جسد الإنسان. الصلب يا أخونا الحبيب، أنا حاختصر لك، الصلب هو منطقة الظهر، منطقة الظهر والصدر. هل يخرج السائل المنوي في سائل الرجل من الظهر؟ لا. من أين يخرج؟ يخرج من غدة التستوستيرون. وين موجودة الغدة؟ موجودة في الخصيتان عند الرجل. اي وين الخصيتان؟ شو جاب الظهر للخصيتين؟ راح جاوبك فيها. بس هون لا هون لحظة شوي، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب، يخرج لحظة مركز لك وين؟ حمزة حمزة أرجوك شوف اهدى، أرجو إنه ما تقاطعني لو سمحت، ما تقاطعني عشان نعطيك وقتك. هون الآية واضحة وصريحة، عندك آيتين بسورة الطارق 6 و7، أنت حضرتك أصلاً رحت قلت لي 5 و7، هي ما في 5 ماشي، مش معلش نصلح لك. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يعني ما بيخرج هذا الماء السائل المنوي من الخصيتين بالقرآن، بيخرج من الظهر ومن الصدر، من الصدر ومن الظهر. والترائب حضرتك بتقلي مش الصدر، كواعب أترابة، كواعب أترابة يعني النهدين حبيبي، يعني النهدين. ما هل بعمرك سمعت أنه في سائل منوي يخرج من الظهر؟ سيبك منه، أنت حضرتك اعترفت أنه من الخصيتين، وكاتب القرآن لا يعلم أنه من الخصيتين. هل للمرأة سائل منوي؟ هل للمرأة سائل منوي؟ هل بعمرك إذا حضرتك كنت متجوز، أو أنا آسف سامحني حنفهم، فايت عملت علاقة جنسية مع امرأة، هل شفت المرأة عم تقذف مثل ما تقذف أنت؟ هل مرأت عليك أنه شي مرأة، ما امرأة أنثى قذفت سائل منوي للخارج مثل ما حضرتك وحضر فلان وكل ذكر يقذف السائل المنوي؟ هو للقذف وأيضا لتكوين الجنين.
هل بعمرك أنت شفت أمرأة تقذف سائل منوي؟ أنا ما بحب أحكي بهاي المواضيع لأني بخجل. حبيبي لا حياء بالدين، إلهك فايت فيها مش نحن، لا حياء إلهك إله أو كاتب القرآن فايت فيها نحن بالعلم. طيب اتفضل جناب الأستاذ. أنا استأذنك في حاجة أخجوك. واضح جدا هو قال الجواب وتكلم وقال إن هو مش من الظهر، وهنا أكد من الخصيتين. نعم وأكد الكلام ده، فكده هو يعرف أكثر من القرآن وأكثر من إله الإسلام. وهنتكلم في الحكاية دي، وهو تقريبا هيبقى نفس القصة والحكاية دي. إحنا عندنا حاجة كمان مهمة خجو، أنا عارف إن ده مهم اللي أنت قلته، إن إله القرآن مش عارف، لا يعلم، فلا يعلم ما ينفعش إله أصلا، مش فكرة ما ينفعش إن يدي قرآن. لكن حتى نفسه لما قال إن ما فيش تبديل، هو نفسه قال في تبديل، فهل في إجابة؟ لو أنت عايز تكمل في الجانب ده، بس أنا شايف لا ناخد جانب الأستاذ بس تخلص، حناخد مداخلة صغيرة من أخت حمزة حبيبي حبزة. أنا شامم معرفش، ممكن أكون غلطان، أنا شامم ريحة طروف فكرة إيه، بلاش نتكلم في الموضوع ده، أنا بغجل أتكلم في الموضوع ده. طب نتكلم في الموضوع ده، خلينا نشوف حكاية التبديل وعدم التبديل والنسي والنسخ والكلام ده كله. فهما ده برضو صرخات لإله الإسلام ما كانش عارف، بيقول كلام هو مش جده. راح اعطيك دليل ان القران حمزه حاطيني حبيبي حمزه اسف بس جناب الاستاذ اسمح لي شغله حمزه خليك معنا حنعطيك اكثر من مداخله بس كونه في اخوه اذا جناب الاستاذ خلص حناخذ مداخله كثير قصيره من اختنا سوسو وحنروح أخونا بسيون. أوكي تمام، حناخد أختنا سوسو بمداخلة قصيرة كونك مسيحية أختنا، نحن حابب نتداخل مع أخواتنا المسلمين وبعدين نرجع ممكن سامي يتداخل كمان، وحمزة كمان حنعطيك مجال ترجع ترد على الصلب وعلى كلام الجناب الأسيس طبعا على الآيات اللي ذكرها. أو سوسو تفضلي أختي سلام المسيح معك. سوسو طيب أختنا سوسو مع مش جاهزة خلاص. طيب انا عجبني الحوار. انا استاذن، انا اسف اخي جو، انا عجبني الحوار اللي انت بتقوله، بس انا شايف ان الاخ جاوب وبعد كده ابتدى لما لقى نفسه في زنقه ابتدى شامم ريحه اللوم. فطيب خلينا بلاش نتكلم في الموضوع ده، نتكلم في التبديل وعدم التبديل والكلام ده كله ده، لكن الحوار بتاعك شيق وانا بالعكس انا مبسوط من الحوار بتاعك حبيبي. طيب خلينا ناخذ بسيوني حمزه ارجوك حبيبي ارجوك انا بعطيكم انا هون لنظم الدور حمزه ارجوك حبيبي لو سمحت ارجو هاي تكون اخر مره تتداخل بدون ما ناذن لك، مش تكبر وتقليل من قيمتك، لا حتى جناب الاسيس يعني هو معد الحلقه وانا عم قاطعه وعم اقول له انه اوكي بدورك، فارجوك حبيبي نحن عم نحترم حالنا ونحترمك. اخونا الحبيب بسيوني اهلا وسهلا فيك، مساء النور. اهلا وسهلا فيك، مساء الفل عليك، كيف حالك؟ أهلا وسهلا حبيبي. نحن ذكرنا أكثر من نقطة أن القرآن يصرخ لست كلام الله، هو مستحيل من خلال اللي ذكرناها أنا وجناب الأسيس وأخونا سام مستحيل يكون كلام الله. هل حضرتك كنت معنا بالآيات اللي ذكرناها تقدر تثبت لنا العكس تماما؟ متابع كل حاجة وفضل الله أجيب على كل سؤال أنتوا طرحتوه، كل آية أنتوا طرحتوها. يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو الصلب؟ الصلب هو هي أسفل الظهر، الصلب هو أسفل الظهر، والترائب هي عند المرأة أي من الصدر، أي من الصدر. فإزاي بقى بيخرج من الصلب والترائب وهي أصلا بتخرج من الخصية أصلا؟ المني يخرج من الخصية مش بخرج من أسفل الظهر، لا ده عبارة عن وسيلة. أنت زي عاملة زي الخزان، الخزان دلوقتي هي المياه بيجي لك منين؟ من الخزان، بس عن طريق إيه؟ المواسير. المواسير عن طريق الظهر بيتركز اللي بعد كده في الخصيتين. وصلت الفكره عامله ازاي؟ زي الخزان والمواسير لحد ما تنزلك المايه ايه؟ ملح نفيه. نفس الفكره كده بالظبط. وقت يصير القذف نسحب السيفون. نسحب سيفون ايه؟ هو في الخزان سيفون؟ ركز معايا. طيب معقول؟ طب اوكي، يعني هلا نحن بنعتبر حضرتك مثل ما حكيت وحسب كلام اخونا بسيوني انه الخصيتين هن مجرد مواسير صله وصل ما بين عضو الذكري اللي هو القضيب والظهر الذي يتكون منه السائل المنوي. اذا بحسب كلام اخونا الحبيب بسيوني يتكون السائل المنوي داخل الظهر ثم عبر المواسير
عبر المواسير يتدفق، ينزل من الظهر الى الظهر، طبعا حيمر على فتحة الشرج كمان عشان يوصل لل قبل ما على العصعص وفتح الشرج قبل ما يوصل للخصيتين، يعني عنده مراحل كتيرة وتسلق جبال وطلوع ونزول، حيوصل من الظهر عبر مواسير يصل الى اين؟ الى الخصيتين. داخل الخصيتين، الخصيتين تكون الخزان، الخزان فيتم الاحتقان ولا ما في احتقان اخونا بسوني؟ حبيبي احنا ما اتكلمناش في احتقان، هو مش احتقان، احنا اذا ديريكت بدون احتقان ما بيعمل شيء داخل الخصيتين، فقط هي مجرد مواسير ويوصل للقضيب ويقذف للخارج. في صوت في الباك جراوند عند حد طالع عالي يا اخي جوفا، اللي عنده حاجه، اللي عنده صوت عالي يعمل الكل يعمل عند بسيوني، ما في غيره فاتح ميوت. بسيوني تفضل. شكرا. ارجع اشرح لنا العمليه التدفقيه، المواسير والاساس كلها بعد اذنك كمان مره لو سمحت، يمكن نحن ما فهمناك صح، حابين نفهمك صح، بجوز تغير فكرنا. طب بالراحه كده، بالراحه كده، واحده واحده عشان الجميع يفهم، احنا عايزين الجميع يفهم. حاضر حاضر. بالراحه كده. ربنا قال يخرج من بين الصلب والترائب. ايه الصلب ده وايه الترائب دي؟ الصلب اللي هي اسفل الظهر من عند الرجل، من ضلع، لان حواء خلقت من ضلع ادم، اي من ضلع الرجل، من تحت، من اسفل الظهر. طب ازاي؟ والترائب اللي هي ايه؟ اللي هي الصدر، صدر المراه. ايوه. ازاي يخرج من صدر المراه؟ ممكن شنها من ظهر الرجل. سوري، ممكن واحد منا شنهار مثلا يمسك صدر الثدي تبع مرته اذا يعصره بيطلع منه سائل منوي؟ ما بيطلع منه ما الصدر حضرتك بيطلع منه سائل منوي. لبن، لبن للبيبي. لبن منوي بيطلع منه، لبن، لبن منوي، لبن منوي. انا مش عارف بيطلع منه لبن للبيبي. ايه طيب، شو علاقه اللبن بالسائل المنوي وتكوين الجنين؟ ما هو ده السائل هنا، ما هو ده السائل ما انا شبهت لك زي الخزان والمواسير، وفي الاخر الحنفيه بتنزل لك منها الميه. انا بعرف حضرتك متجوز بسيوني، انا بعرف حضرتك متجوز اكثر من وحده صح؟ طيب خلينا بتجربه شخصيه، هل وحده من زوجاتك، انا اسف سامحني انا لا اسيء، في مره من المرات قذفت سائل منوي الى الخارج؟ نحن نتكلم بالعلم. ايوه، المرأة بتقذف مثل الرجل، تقذف سائل منوي مثل الرجل. انت حضرتك مستغرب ليه؟ ما الرجال بتحيض برضو. اوكي اوكي، بتحيض وبتغذف. اوكي حبيبي، هل المرأة تقذف سائل منوي؟ المرأة بتقذف سائل منوي والرجل بيقذف سائل برضو، المرأة بتقذف سائل والرجل بيقذف سائل، ايه الغريب في كده؟ هنسأل يعني النساء، ان الرجال تحيض كالنساء كما جاء في سفر اللوين، ومش مصدق ان النساء ممكن تنزل سائل. سمحت، حاول. انا قلت لك اخر انذار لك، اذا فتحت الميوت حنزلك. اسمع كلامي. خلينا بموضوع القران والمراه والسائل المنوي والرجل وتكوين الطفل، ارجوك لو سمحت. هروب ولف ودوران ما بيمشي معنا حبيبي، ارجوك انت هون عند الاخ جو وعند القسي الثابت لو سمحت، ارجوك خلينا بموضوع، هل المراه تقذف سائل منوي وهل السائل المنوي يخرج من صدرها ليصل الى 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 الى, إلى انا اسف الى فرجها ومهبلها، ثم من فتحه الشرج المهبل او الفرج يخرج هذا السائل؟ تفضل جاوبني بالعلم. ما المرأة بتنزل سائل مثل الرجل، مش بينزل منها سائل برضو؟ يعني بس عندك هاي ولا بالعالم كله بكل النسوان؟ دي كل النسوان يعني زي يعني بتسمى عندنا عند الرجالة 10، بتسمى عند النسوان 7.5. شو 7.5؟ ده حاجة انت مش هتفهم، حاجة كبيرة عليك شوية. هي حاضر، ده كلام شوارع قذر، ده كلام شوارع قذر يا هجوم. ما انا بفهمه له بالبلدي، بفهمه بالبلدي. كوني جاهل حبيبي اكيد صعب علي الكلام الوسخ، انا كوني بجهل بالكلام، حاول تكون شوي في احترام لو سمحت اخونا بسيوني، يكون في تقدير يا حبيبي. انا بكلمك بالكلام الدارج بتاعنا عادي. اوكي، وانا وقت اللي بذكر لك سائل منوي وفرج ومهبل وصدر فهذا بالعلم، وايضا لا حياء بالدين حبيبي. حاول تفضل جناب القسيس. طب ممكن بس نتخطى، استاذنك نتخطى النقطه دي، لان النقطه دي العوام هنا يفهموا الكلام بتاعي. ممكن بس اخونا
اوكي ممكن نضغط النقطه دي ونيجي يعني واحده من الحاجات اللي احنا يعني هتخلينا نتجنب الكلام اللي قاله اخونا وهي ان تعال نشوف هل تبدل كلام الله رغم ان رسول الاسلام او اله الاسلام بيقول لا تبديل لسنه الله ولا مبدل لكلماته. هل كان في تبديل؟ هل الايات القرانيه ازاي تفسر فكره ان لا مبدل لكلمه الله وبعد كده في تبديل وفي نسخ وفي نسيان؟ تعالوا ندخل في الحكايه دي واحنا خاصه ان احنا كمان الوقت بتاعنا انا عارف ان القناه كريمه وهتدينا وقت، لكن هل عندك اسئله؟ خلينا نبعد عن الحكايه دي لان الحكايه دي اخرجوه يا اما دخلنا في منطقه احنا مش عايزين ندخل فيها خاصه ان في قناه تلفزيونيه، يا اما هتخلينا نعمل حكايه الهروب وصلاه الهروب اللي احنا بقول لك انا شامم ريحتها من بدري. فتعال ندخل في لب يعني في موضوع يبعدنا عن الالفاظ حتى. المشكله ان انت وانت بتتكلم في الاسلام مرات كتيرة ما بتقدرش تبعد عن الألفاظ دي، لكن خلينا ندخل في حكاية التبديل والنسيان والنسخ والقصة دي ونشوف هل إله الإسلام التزم باللي قاله على نفسه إن لا مبدل لكلماته ولا تجد لسنته تبديلا، ولا كمان اتغير وتبدل وتنسى وتشك فيه. تفضل. انا بس حبيت نوجه الدنيا شويه بعيد عن الحكايه دي، فتفضل حضرتك انت. تفضل انتهينا من هالنقطه طبعا. الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعد. لا مبدل لكلمات الله، اي لا مبدل لكلمات الله اي وعود الله، لا مبدل لوعد الله. طالما الله تبارك وتعالى وعد خلاص وعده نافذ، وعد الله نافذ. لا مبدل لكلمات الله اي وعود الله. تمام. وسنخلق فلا تنسى. اي نبي صلى الله عليه وسلم. مش تمام، مش تمام، انا اسف، مش تمام، انا اسف، مش تمام. مظبوط. لاني اولا القران ده مش انت انا استاذ، انا اسف اخرجوه، انا متاسف جدا. تفضل جناب السيس. بس لحظه بس يوني، تفضل جناب السيس. مش تمام لسبب، لانك انت مش هتفسر القران على مزاجك. أو الحياة الثانية إن أنت بتتكلم عن إعجاز القرآن وإنه بلسان عربي. ماشي حضرتك. لا مبدل لكلمات الله، العلماء قالوا فيها إيه؟ اتفضل هات التفسير أي عالم حضرتك، مش هفسر بمزاجي. اتفضل هات لأي عالم وقول لي العالم بيقول فلان بيقول كذا كذا كذا. اتفضل. أنا قلت لك صدقني، بس أنت عايز تفسر بمزاجك. قرأ لك قبل شوي بس يوني. طيب خلينا ناخذ أخونا. هو ده ديني حضرتك أنا اللي أتكلم فيه، مش أنت اللي تقول لي كذا. لا لا لا. طيب. انا اقول لك لانك انت جايب حاجات. لا خلينا ناخذ اخونا حمزه بعد اذنك جناب الاسيس. اخونا بسيوني خلينا ناخذ اخونا حمزه. حمزه فوت بصلب الموضوع اللي ذكره جناب الاسيس بعد اذنك. لا تبديل لكلمات الله فان معناه ده تفسير الطبري مش تفسيري، ان الله لا خلف لوعده ولا تغيير لقوله. سيد الأسيس ممكن بس. طب ما ده حضرتك اللي انا قلته، لا تبديل لكلمات الله اي لوعد الله حضرتك. وكلمه قوله دي، القول ده مش كلام يا سيد الأسيس. ممكن احكي؟ والله قول الله، قول الله. تفضل حمزه. والحاجه مش هي اللي استحاله ان ربنا يبدلها. بس مداخلتك انتهت أكثر من مرة. أعطيك ميوت وترجع تفتح، نعطيك ميوت وترجع تفتح. أرجوك يا بنحترم الحوار يا أما بتسمع من تحت حبيبي. حاول تاخذ نفس وتطلب قيس بعد شوي وتتعلم الحوار كيف مندير الحوار. تفضل حمزة. راح فوت بالموضوع على طول مشان الوقت. أول شيء أنا بتشكر الأسيس لأنه قال له أنه هذا الكلام غلط. مزبوط الكلام غلط صح. أول شيء نحن بدنا نعرف الكلمات الله وكلام الله، لأنه في فرق كتير بيناتهم. في لا مبدل لكلمات الله وفي كلام الله. أول شيء كلمات الله هي الوجود، كل شيء بالوجود من خلق، من بحار، من أنهار، من شجر، من نبات، من حيوان، من إنسان، هي كلها كلمات الله، هي لا مبدل لها. يعني هي القوانين، الموت، البعث، الساعة، حياة الإنسان، رزق الإنسان، هذا كله كلمات الله، هذا لا مبدل لها ولا بيقدر أي إنسان يبدلها، لأنه هذا قانون على كل البشرية أو على كل الدنيا. هذا بالنسبة لكلمات الله. بالنسبة إنه كلام الله، إنه كتاب الله، هل هو منزل من عند الله ولا محمد كاتبه؟ لا، هو منزل من عند الله، ورح أعطيك هلأ الدليل. أنا لا. طب ممكن بس قبل ما تمشي بالنقطة لناخذها نقطة نقطة. تفضل.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. إمتى أنا دلوقتي أنت قلت لي إني لا مبدل وأنا همشي معاك في الكلام اللي أنت بتقوله مع إنه ده مش صحيح. ماشي؟ لأنه لكن همشي معاك في النقطة اللي أنت بتقولها إنك أنت كلمات هي الحيوان والأشجار والبقر والغنم والنحل والنمل وكل الكلام الفاضي. الوجود بشكل عام. ماشي؟ طيب. هاجي الفكرة. إيه السبب اللي يخلي إله يبدل كلامه؟ ده معناه إن في الحياة التانية في تبديل. إيه السبب اللي يخلي الله يبدل كلامه؟ هي الأحكام اللي تتبدل لأنه هو قول الله. الأحكام تتبدل. يعني مثل الأحكام تتبدل بناء عليه. بس ثواني بس أنا أعطوني نسلة. لو سمحتوا بس نكبر صورة الإعلان عشان الأخوة كبسوا لأنه في صعوبة بالتكبيس. منكبر صورة الإعلان ونكبس على الصورة. شكرا حبايبي. بنحاول نوصل للمئة ألف قبل ما ننهي الحلقة لو سمحتوا. كان في شوي كسل وتقصير من كل الأخوة. شكرا حبايبي. تفضلوا. أنا دلوقتي مثلا أنا لو أنا قاضي إمتى أغير الحكم بتاعي؟ هل أغير الحكم بتاعي إن لم يكن هناك مستجدات جديدة؟ هذا يتعلق بين القضاء والقدر. إذا كان زيد وعمر قضوا في مشكلة أو شجار ما، أنت تقضي كقاضي بين زيد وعمر. إن كان زيد بريء تعطي له البراءة، وإن كان زيد غير بريء تحكمه في العدالة. هذا يجتمع بين القضاء والقدر بالنسبة. أنا لو غير أحكامي بناء عليه مش بناء على مستجدات جديدة. أنت فينك تبدل حسب رؤية الحدث اللي صايرة معك. يعني الرؤية دي، يعني أنا على سبيل المثال أنا حكمت على زيد ب15 سنة سجن. تمام. وبعد شوية قلت لا 15 سنة دي كتير، أنا أحكم على زيد بالبراءة. تقدر. على أي أساس أنا حكمت على زيد بالبراءة؟ حكمت بالقدر الذي حصل مع زيد. لا 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 مش بالقدر. أنا كقاضي بحكم بناء على أوراق، أنا مش بحكم بالقدر. القدر هو الوجود. لا 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 القدر هو لا الوجود. ده لف ودوران. أنا بحكم بناء على مستجدات. أنا كان في حاجة غايبة عني لما حكمت عليه ب15 سنة، لما اكتشفت الحقيقة وإنه بريء برأته. أنا صح، أنا بالكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ انت قضيت بين زيد وعمر بالبراءة صح؟ يعني انا قضيت، انا دلوقتي انا ما كانش عندي كل الاوراق القضية، فبناء على الاوراق الناقصة اللي جاتني حكمت عليه بان هو مذنب ويستحق الاعدام مثلا 100%. بعد كده جاء حد قال لا ده في اوراق وادلة جديدة، عيد النظر في القضية تاني. أنا بعيد النظر في القضية بناء على الأدلة الجديدة اللي جاتني صح. لا. ولا أنا غلطان؟ صح. هي تنطبق على العدالة البشرية غير العدالة الإلهية. لا 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 اسمعني بس العدالة البشرية والعدالة الإلهية هي العدالة، هي عدالة، واخد بالك؟ العدالة عدالة والظلم ظلم. صح. يبقى هنا أنا إله الإسلام أعطى أحكام، لو أنا أتكلم على التبديل في الأحكام بس، أعطى أحكام وبعد كده لما غير الأحكام ده معناها أن إله الإسلام لم تكن الصورة كاملة عنده ولا واضحة عنده. هو أعطى أحكام وبناء عليه أعطى أحكام ثم غير هذه الأحكام لأنه لم يكن يعني شيء كان حرام على شريعة الإسلام. أكمل بس. فإذا كان لا يعلم المستجدات فلا يمكن أن يكون إله، لأن أنا إنسان قاصر، أنا أعلم ما أراه، لكن المفروض الله خالق السماوات هو كلي العلم كلي المعرفة، يعرف كل الظروف التي لا يعرفها البشر لأنه سمح للإنسان أنه يشرع. لا أنا بتكلم بقى عن الإله اللي بيغير أحكام. وأنا سبتك، ما احنا تنقلنا من الإنسان، احنا نفضل في الإنسان، ما احنا تنقلنا من الإنسان القاصر الذي يحكم بناء على ما يراه إلى الإله اللي المفروض هو على كل شيء عليم، يحكم حتى بما لا نرى نحن فلا يغير أحكامه. لكن إله الإسلام غير أحكامه. وخلي بالك أنا مشيت معك وقلت تفسيرك، بس حتى تفسيرك يزيد الصراخ ويجعل إله الإسلام أو يجعل القرآن يصرخ أني لست كلام الله. أنا هلأ رح أعطيك دليل بروفيسور، بعطيك دليل على هذا الشيء إذا بتسمح لي تعطيني الوقت.
انا سكت. انا على فكره انا مش انا اللي بدير الحلقه، انا عندنا الاخ جو، لو قال لي اسكت هسكت، لو قال لي اتكلم اتكلم. اوكي جناب الاستاذ، معلش خلي حمزه، خلينا كمان ناخذ رد من اخونا بسيوني عن تبديل الله لكلامه. بسيوني فوت بالموضوع ولا تطلع برا الكلام. الحمد لله، بالرجاء بقى ما تكتبنيش او تنزلني رجاء. اتفضل اديني خمس دقايق بس، اديني خمس دقايق. خمس دقايق كتير حبيبي، هنعطيك ثلاث دقايق. اتفضل. ما انتوا بالكوا ساعات تتكلموا، ادوني خمسة بس. احنا فاتحين البرنامج، برنامجنا ساعتين ونص حبيبي، هنتكلم ساعتين ونص. اتفضل فوت بالموضوع ثلاث دقايق. شرف، افتح الميوت. اسف، ادينا دقايق اتكلم. اتفضل ثلاث دقايق حتى بدون مقاطعة. الله يهدينا ويهديك، اللهم امين. اتفضل، راح دقيقة. اتفضل كمل. ماشي، ايوه. لا مبدل لكلمات الله، اي أيوة وعود الله. احنا لما بنتكلم هل الله يبدل الحكم، اللي بيتبدل الحكم، اللي بيتبدل ازاي من بلد لبلد، او نتيجه لطبيعه القوم نفسهم. يعني مثلا السارق نقطع ايده، السارق احنا عندنا نقطع ايده، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب، انا كلام من الله، لازم يتقطع ايده. طيب، طب لو حصل مجاعه كما حصل في عهد سيدنا عمر، واوقف الحدود، اوقف الحدود لازم السر يتقطع ايده. لا، طالما بقى في مجاعه ووضع البلد اتغير، خلاص لازم اوقف الحدود هنا، لان الناس في حال الجوع، فما ينفعش اقطع ايد واحد جعان سرق عشان ياكل. في الحاله دي ده كده بقى في ظلم. لا، انا قطع يد السارق في حاله ان وقت ليها ضوابط معينه، مش في كل الاوضاع، في كل الحدود لازم. في اللهم صل على النبي وبارك لنا في الاحكام نفسها، زي ما بكلمك في الاحكام نفسها، لان بتكلم في الاحكام نفسها. وصلت؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الحكم لا، ولا وصلت ولا هتوصل يا اخي. بس البلد لا هتوصل، لو وصلت ولا هتوصل. انا اسف يا جو. لا تفضل تفضل. اكيد انا تارك الحوار بينك وبين حمزه على فكره. انا فقط يعني بس عشان ننظم. لا، هو الفكره اخونا سامي الداخل، اذا اخونا سام كمان حاب يتداخل يتفضل، ما في مشكله. عندك سوره الاسراء نفسها، تفسير القرطبي لما بيتكلم ايه، انت بتتكلم على الكلمات وكلام، ودخلتني في كلام وكلمات والكلام ده، مع ان الكلام ده انا مش مقتنع بيه تماما، لان الله لما يتكلم هو كلام الله، لما الله بيقول كلمات هي كلمات الله، ما عنديش مشكله. وانت بتقول ان القران اعجاز، لكن في سوره الاسراء 77 بيقول ايه؟ ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني بتكلم هنا عن السنه، مش هتكون فيها تبديل، لكن بعد كده بنشوف التبديل في السنه والتبديل في كل شيء موجود في سنه الرسول. بروفيسور، سنه الله اراها مره ثانيه اذا بتريد. نعم، لا تجد لسنه الله تحويلا. ما أعلى سنة الرسول، أراها مرة ثانية. ما قالش، أنا ما قلت لك أنا ما قالش سنة الرسول. ده كمان، ده أنا أقول لك حاجة تانية. ده بيقول له قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني الله حتى في الرسل اللي فاتت مظبوط، يعني 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 سنة موسى المفروض تمشي على الإسلام. مظبوط، لكن هل محمد رسول الإسلام صار على سنة موسى؟ أبدا، لم يقصد على سنة موسى. ده بالعكس، ده كسر كل شرائع موسى. من القرآن راح أعطيك إياها. واحد، الكتاب بمعنى مجموعة المواضيع التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا على شكل آيات وسور، ويتضمن كل من جاء بين دفتين مصحف من سور، ابتداء من أول سورة الفاتحة وصولا إلى آخر سورة الناس، وهو ما نطلق عليه اسم التنزيل الحكيم لقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. البقرة 176. ويشتمل الكتاب على كل من النبوة، القرآن، والسبع المثاني والرسالة. أما الكتاب وتفصيلها، وعلى تفصيل الكتاب وهي الآيات التي تمثل فهرس الكتاب. الكتاب بمجموعة كتب، الرسالة فقط. وبهذه المعنى يشترك ما معنى الكتاب عند موسى وعيسى. فالكتاب عند موسى وعيسى هو التشريع فقط. بالنسبة إلى موسى نجده في قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
من سورة البقرة آية 53. يعني أنا سؤال، أنا بس عايز أتعلم منك. ويعلمه الكتاب. اسمع عايز أفهم منك الحكاية دي. يعني هو لما بيتكلم إن أتى موسى الكتاب، بيتكلم عن الأحكام اللي إداها لموسى، ولا بيتكلم عن التوراة اللي إداها لموسى؟ هو الشريعة، شريعة موسى التوراة. طيب. مثل ما شريعة عيسى هي الإنجيل. طيب هسألك سؤال. هل صار رسول الإسلام على شريعة موسى أو حتى شريعة عيسى؟ تماما، لكن طبعا لأنه استحالة بالإله الواحد. يعني مثلا على سبيل المثال، موسى قال في شريعته لا تزني، مظبوط، ورسول الإسلام زنى. لا، ما زنى الرسول، وانا بعطيك اياه من كتاب حضرتك. مش حضرتك الرسول دخل الملكوت من كتاب حضرتك، وزعوني اسم كونكم الى ملكوت الله، يبقى انت دخلت الرسول الملكوت حضرتك. شفت؟ لا، الرسول يدخل الملكوت وهو زاني. ده بيقول لك لا زنا ولا عبدة اوثان. الرسول لا يدخل لانه زاني، ولا يدخل لانه عابد اوثان، فما يدخلش عندنا. انا معلش بس جناب لسيس، انا نزلتك يا بسيوني، اول شيء بدخلتك مش بمكانك، ثاني شيء مقاطعتك، ثالث شيء الزواني يسبقوكم الى ملكوت السماوات. الذين تابوا يسبقوكم. نعم، اما انت الرسول، نعم زنى حبيبي، ولم يتب ولم يكفر عن يمينه كما امره جبريل. عندما ذهب الى منزل حفصة، وفي ليلة حفصة ماذا فعل الرسول؟ لم يجد حفصة، ارسل بطلب جاريته ماريا القبطية، فوطأها وجامعها في فراش حفصة. فجاءت حفصة من بيت ابيها، فقالت فوجدته على تلك الحال، فقال يا رسول الله بفراشي وفي بيتي، يا رسول الله. فقال أيرضيك أن لا أطأها بعد الآن وأن أحرمها على نفسي، ولكن لا تخبري أحدا، وخاصة عائشة. وخاصة من؟ خاصة عائشة. ولكن لحظة شوي، لو سمحت حمزة، لو سمحت أرجوك. فأسرعت حفصة إلى عائشة وتظاهرتا، لو سمحت حمزة، ما بحب الأسلوب، فتظاهرتا على الرسول لأنه جامع ماريا القبطية الجارية. ومن يجامع أي أنثى، أي امرأة غير زوجته مهما كانت، فهو زنا. تفضل جناب الأسيس، كفي لأنه قاطعك بس يوني، وحتركك مع أخونا حمزة وأخونا سام إذا حابب. أخونا سام نزل، أوكي. أنا طلبت أكثر من أخونا سام يتداخل إذا حابب، بس بجوز مشغول دائما سام بيكون بالشغل. أنا عايز أسأل أخونا حمزة، إيه أسباب نزول سورة التحريم 1؟ تكرم عيونك، راح جاوبك. أول شيء، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بدنا نعرف شو هي الكتب أول شيء. أنا سؤالي لأسباب نزول سورة التحريم 1. سيد العزيز، أنت عم تعطيني السؤال بدك جواب كلمة، ما فيني جواب. ما أنا بقول لك كده، لازم أعطيك ليش، وضح لك أكثر، وضح للمشاهدين. القرآن ككل أول شيء موجود فيه الذكر، هو الصيغة المنطوقة لكل القرآن. في الكتاب موجود الكتاب، اللوح المحفوظ، السبع المثاني، الحديث، الكتاب المبين، الإمام المبين. يعني حلقتنا نحن هلأ عم تتسجل بالإمام المبين، وهلأ بقول لك ليش. مواقع النجوم، البيان، البلاغ إلى آخر. هي بص أخونا العزيز، بس أنا بس عايز أسألك، عايز حاجة منك واحدة بس، وطول بالك علي. ماشي. أول حاجة، لما أسألك سؤال مش هتكرر لي القرآن والفقه والكلام ده كله، أنا بسألك سؤال واضح. أسباب نزول سورة التحريم 1، لأن أنت لو أنت هتتكلم على الحكاية دي أصلا، يعني هو ما فيش وحي، لأن رسول الإسلام نفسه من البداية ما كانش عارف مين اللي كلمه، وراح لخديجة، وعلى أفخاذ خديجة أثبت الوحي. فأنت لو هتعايز ترجع من الأول نرجع من الأول، بس أنا بسألك سؤال واضح جدا، لأنك أنت بتقول للرسول ما زناش. أنا بقول لك، هو ليه داله سورة التحريم 1؟ أسباب النزول، سؤال واضح وصريح، أسباب نزول سورة التحريم، لو مش عندك أقرأها لك من كتبك. تفضل اقراها والله. أوكي. لما تحرم ما أحله الله؟ دي نزلت في إيه؟ دي نزلت لما الرسول زنى مع ماريا القبطية، وبعد كده
طيب هو خاطبه من مقام الرسالة ولا مقام النبوة؟ نعم خاطبه من مقام الرسالة ولا مقام النبوة؟ هو لا عنده هو لا عنده رسالة ولا نبوة، هو لا عنده رسالة ولا نبوة عشان يخاطبه بس، بس عشان بس لو أنت سألت السؤال ده أنا دي إجابتي. أنا بالنسبة لي نبي ورسول. أنت بالنسبة لك نبي ورسول، أنا بالنسبة لي ولا نبي ولا رسول. أوكي وأنا راح أثبت لك إنه هو نبي ورسول. أوكي فهنا ده كانت إيه؟ لما رسول الإسلام وعد حفصة إن أبوها هياخد الخلافة بعدي عشان تستر عليه، عشان هي قالت له في ليلتي وعلى سريري يا رسول الله، ده لو هو عارف إن اللي عمله صح كرسول أو كنبي أو كأي شيء كان قال لها اسكت يا بنت يا حفصة. لا هذا شيء انت كده ده ما أحله الله لي. لكن هو بعد ما خاف من حفصة واتفضح أمره وحفصة ما قدرتش تعمل السر، نزلت له الآية دي عشان تحلل له الزنا. سيد العزيز، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، سورة من سورة محمد، وقد سماهم الله في كتابه المؤمنين، وأركان الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم هو أداء الشعر. هو مين يؤمن برسول زاني لما أخذ يعني؟ بس هون رب العالمين برأه وهو خايف. يعني مثلا هقول لك حاجة مش جات له الآية برضو لا تخشى الناس والله حق أن تخشى؟ يعني هو كان بيخاف من الناس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. رب العالمين برأه، هو زنى ورب العالمين برأه. أنا رب العالمين منين برأه؟ يعني لما هو أساسا لما جاء يعني ده رب العالمين ده ما معرفش هو كان واخده ايه، ده كان حاجة كده دمية هو حاططها في جيبه ويطلعه في وقت ما هو عايز. لا هو مو ثلاثة، هو عندنا رب واحد احنا. لا 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 هو دمية، أنا ما قلتش ثلاثة. أنا طيب أخونا حمزة حنعطيك حمزة عشان الوقت وهيك حبيبي حنعطيك شو عندك مثلا ردود فيك تردن على جناب القسيس باختصار لمدة 3 دقائق وحنضطر ننزلك لأنه أنت شفت عطيناك وقت منيح. يعني أتفضل جناب القسيس. أنا معلش. السؤال الأساسي، لو كان اللي عمله مع ماريا القبطية أحله لي الله ليه خاف من حفصة؟ ولو كان ده زنا ليه إلهه إداله سورة التحريم واحد؟ أنا عايزك تجاوب على دي بس، سهلة جدا. تفضل حمزة فيك تجاوب بهذا الوقت اللي أعطيناك. تفضل حبيب حمزة. طيب قبل ما حمزة ممكن نستمر شوي بالتكبيس، 4-5 دقائق شات تكبيس لو سمحتوا. تفضل حمزة. يلا السؤال هو أول شيء نحن بدنا ناخده لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم هو ده الإجابة على سورة التحريم واحد. لا هذا غير موضوع أنا عم بحكي فيه. أنا بقول لك سؤال أنت جاوبني عليه. يا قل يا أهل الكتاب تعالوا. احنا مش جايين. طيب عشان ما عندناش وقت نيجي فخلينا نجاوب على سورة انت هلا بدك سورة التحريم صح؟ تكرم عينك راح طالع لك اياها بس مشان بس ما خربت بالآية اقرا لك اياها وراح رد لك عليها من القرآن. الآية اللي عم تحاججني فيها بس شو رقمها بالله بعد اذنك سيد الكريم؟ رقم 1، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. طيب أول شيء ما في داعي خلص افتح الآية خلص مش الحال. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام له مقامين، هو مقام الرسالة ومقام النبوة مقام الإنسان. طيب أنا أسألك سؤال عشان أفهم من المقامين دول، أنا بتعلم منك. تفضل. أي مقام فيهم يسمح له بالزنا، الرسالة ولا النبوة؟ الرسول ما زنى، بيقول لك حلل شيء رب العالمين حرمه، ما قال لك إنه زنى، هو ما قال زنى، القرآن واضح وصريح. أول شيء خاطبوا من مقام النبوة لأنه من مقام الرسالة ما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول طيب دلوقتي خاطبوا من مقام الرسالة في سورة التحريم. طب ولما حفصة كشفته كان مقام إيه؟ هو خاطبوا من مقام النبوة. أيوة خاطبوا من مقام النبوة لأنه أحل شيء رب العالمين حرمه، أو بالعكس حرم شيء رب العالمين محلله ونزلت الآية بحق الشيء هذا. تمام؟ وهو كمان خاطبه بمقام النبوة مو مقام الرسالة، لأن الرسالة ما على الرسول إلا البلاغ المبين، عليه بس البلاغ.
بلاغ القرآن يعني. أما بالمقام النبوة نعم قال له هيك، بس الرسول لا زنى ولا آتى الفاحشة، بالعكس هو صحح له، لأنه بالنهاية هو بشر وهو مرسل من عند الله. هو مش معصوم، مش المفروض يكون، مش المفروض يكون معصوم، ولا انا غلطان؟ معصوم بمقام الرساله فقط وليس بمقام النبوه. مقام الرساله يعني يبلغ البلاغ اللي بلغه الرسول القران الكريم، هذا اللي معصوم منه. اما من مقام النبوه لا، ما هو معصوم، هو انسان. مقام الرساله هو معصوم، نعم. طيب حبزه، بس حبزه حبيبي شكرا كثير، بس خلي معنا اخونا باسم ابي انسات قبل ما نروح لاخونا اليون. دكتور باسم تفضل حبيبي، ممكن بدك تعلن عن اعلانات او شيء، تفضل. سلام المسيح ونورتنا بين اولادك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. اشكرك اخوي الورد اخ جو والقس ثابت وايضا الاخ حمزه وكل الموجودين معاكم، الرب يبارككم. انا بس اريد انطي معلومتين على السريع وراح اطلع. اولا اعزائي المشاهدين، حاليا الان احنا في ماراثون، وهذا الماراثون راح يطول 6 ايام من يوم الاثنين الماضي الى يوم السبت القادم، اوكي. وهذا الموضوع الماراثون هو ما بين حفظ الكتاب المقدس وتحريف القرآن. اما الماراثون الذي يليه هذا هو الثالث، لكن عندنا ماراثون اخر رقم 4 اللي هو تقريبا في نهاية هذا الشهر، وهذا الماراثون هو عنوانه، شعار الماراثون الجاي اسبوع آلام المسيح وقيامته. هذا الماراثون طوله يعني راح يكون ب 11 برنامج خلال 6-7 ايام او 8 ايام، عفوا سوري 11 يوم، اوكي. اند راح يكون تقريبا يوميا برنامجين، زين. وهذا البرنامج راح يركز فقط على اسبوع آلام المسيح وقيامته. وراح يكون عندنا ما يقارب حوالي 20 أو أكثر من 20 متخصصين بالكتاب المقدس في هذا المجال بمناسبة عيد القيامة وطبعا مناسبة الجمعة العظيمة. فأنا أريد أشجعكم وتنتبهون أنه الماراثون رقم 4 لهذه القناة سيبدأ قريبا جدا من يوم الجمعة 22 آذار إلى 1 نيسان. أشكركم والرب يبارككم، مع السلامة. شكرا حبيبنا، شكرا أخونا الحبيب دكتور باسم، شكرا لحضرتك. طيب خلينا نسمع أخونا ليون عشان ضيق الوقت جناب لسيس، تفضل ليون. تحياتي أخي جو، تحياتي أستاذ. تذكرتك هلا، أهلا وسهلا فيك نو أستاذ ثابت، تحياتي. أهلا وسهلا بك أخي، أهلا وسهلا فيك، تفضل. طيب أستاذ الجليل ثابت، أنت قلت أنه لا يوجد أي دليل علمي صحيح على صحة القرآن أو أنه مرسل من عند الله، أليس كذلك؟ تفضل. طيب. أنا قلت أن القرآن، أنا مش بتكلم كمان على أدلة علمية، أنا بقول القرآن نفسه هو اللي بيثبت أن القرآن مش من عند الله. طيب أستاذ ثابت، أستاذ الجليل، حينما نكتشف معلومة علمية قبل 1400 سنة بأنها صحيحة، فهذا يجب النظر فيها، أليس كذلك؟ برضو طيب. أنا بأكد لك أن القرآن نفسه هو اللي بيقول أن القرآن مش من عند الله. بعدما بحثت أستاذي الجليل ثابت عن كروية الأرض، هل هناك دليل في القرآن أن الأرض كروية قبل 1400 سنة؟ وجد دليل. أوكي، طب أنا هسألك سؤال. ودحية هنا دحية والأرض مسطحة. هي القرآن، هي الأرض الكفر القرآن كروية ولا على شبه البيضة بيضوية والأرض وما دحاها، ولا هي مسطحة وما سواها؟ ما شاء الله عليك. أيوة ما شاء الله عليك، هذه النقطة. فهنا اسمعني بس عشان أنا يمكن أنت يعني تفاجأ بحاجة. تفضل. لو أنت سألتني أنا بأمن أن الأرض كروية ولا بيضوية ولا مسطحة، أقول لك صدقني ما أعرفش. عارف ليه؟ ولا حد يعرف، لأن كلها نظريات، وهذه النظريات تتغير من وقت لوقت ومحدش يقدر يقيسها، دي اسمها نظريات مش حقائق علمية. بس عشان إيه أكفل لك الموضوع ده، لكن أنا بتكلم النهاردة في فكرة مهمة جدا جدا، أن القرآن وإله القرآن الذي وضع أسس لكلمة الله بأن كلمة الله لا تتبدل،
في القرآن، تبدل الكلام، تغيرت الأحكام، شك الرسول في الوحي، نسي الرسول الوحي. وبعد كده السؤال الكبير اللي ممكن نخصص له حلقات تانية، إيه هو اللي كان في اللوح المحفوظ؟ كان الناسخ ولا المنسوخ، المنسي ولا المبدل، وكل الكلام ده. فالقرآن جناب ده هو اللي بيأكد الكلام ده. أيوة جناب لسيس، عشان ما نطلع بس لحظة شوي، عشان ما لأنه أخونا ذكر يعني ذكر موضوع كتير هام كتير هام. أنت قلت أنه في إثبات على كروية الأرض في القرآن، هو بالقرآن ما في إثبات. القرآن يقول دحيناها دحية والأرض مسطحة. ولا نفرض خلينا نحط أنه فتحنا القرآن وشفنا أنه أشار للأرض أنها كروية، لا نفرض، هل هذا يدل على أنه من الله؟ لا حبيبي، لأنه قبله تقريبا 4000 سنة بسفر أشعياء بكتابنا المقدس، بسفر أشعياء بكتابنا المقدس الإصحاح رقم 40 الآية 22 يقول والجالس على كرة الأرض، ركزوا أحبائي، والجالس على كرة الأرض كالجندب. إذن قبل 4000 سنة من القرآن ومن الإسلام كتابنا المقدس وبسفر أشعياء يقول إن كرة الأرض أي الكرة الأرض كروية. قلت لك لأنه لا نفرض مع أنه أبدا مستبعد، لأنه أصلا كاتب القرآن ما كان واصل لهذا السفر، ما كان واصل لسفر أشعياء وما كان مطلع عليه. لنفرض أنه اطلع وعرف وذكر أنه الأرض كروية، نحن هل نأخذ من السابق أم من اللاحق؟ نأخذ من السابق، والسابق يقول الجالس على كرة الأرض، على كرة الأرض، انتبه بالحرفة، الجالس على كرة الأرض كالجندب. ورغم هذا الشيء القرآن أصلا ما كان وصل لسفر أشعياء، كان عم بيقول أنه الأرض هي مسطحة ومدحية دحية. تفضل جنب. أنا لقيت معجزة على فكرة، الراجل ده فكرني بمعجزة رهيبة 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 للقرآن، هيخليني دلوقتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن القرآن نجو رسول الله وأن القرآن ليس كلام الله. إيه الآية دي؟ بتكلم هنا في سورة الكهف، ماشي، بيقول في سورة الكهف 86 حتى إذا ما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة ووجد عندها قوم كلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنا لما أشوف أن الأرض الشمس تغرب في عين حمأة في بير، ده إعجاز ما بعد إعجاز، يخليني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن القرآن ليس كلام الله. مش عارف وأنا تشهد كذلك ولا لا. وأنا أشهد كذلك. فأنا أتكلم عن الإعجاز العلمي، فين الإعجاز العلمي؟ إعجاز علمي إيه؟ والحياة الثانية، القرآن ناقل من كتب كتير جدا جدا حتى، لكن الحياة الثانية كمان أنا بقول لك ده إيماني بعيد عن فكرة الكتاب المقدس والقرآن، إيماني أن كل ما نسمعه الآن عن الأرض وشكل الأرض وغيره كلها نظريات علمية، لأن كان في نظرية علمية بتقول أن الشمس تدور حول الأرض، وبعد كده اتغيرت النظرية العلمية بقت الأرض هي اللي بتدور حول الشمس. مظبوط مظبوط. انا اقدر اثبت في الاثنين ولا اقدر اثبت دي ولا اقدر اثبت دي، لان انا كل الفكره دي نظريات علميه وابحاث علميه، ده الفكره. فانا بس النظريه العلميه الوحيد او الحقيقه العلميه الوحيده اللي تخليني فعلا اشهد ان القران ليس كلام الله ان الشمس تغرب في عين حمأة. بندور على الحكايه دي اخ جو من زمان ومش لاقين. استاذ الجليل لتنويع توزيع الوقت بعدل ولضيق الوقت، اتمنى يعني شوي في العدل في الوقت حبيبي. أسد نحن بنعطي أسد اول شيء نحن منعدل البرنامج، نحن منقدم البرنامج، نحن اللي فاتحين البرنامج. برنامج اوكي عظيم واشكرك على اهدى حاعطيك وقتك طيب. ورغم هذا الشيء نحن عم نعطي إخواتنا المسلمين حقهم أنه يدافعوا عن دينهم وعن إيمانهم ونعطي وقتهم، ولكن في أشياء في أوقات نحن منضطر أن ننقاطع أنا والأسيس، مضطرين حبيبي عشان ما نأخذ الموضوع لمجرى تاني أو ما نأخذ نشعب الحلقة وننتهي بالحلقة. عنا تنظيم، في شيء اسمه تنظيم حلقة،
ووقت للحلقة حبيبي أرجوك، يعني حاولوا أنه ما تتدخلوا بهذا الموضوع، الوقت والوقت. تفضل حبيبي، حد أعطيك وقتك، تفضل ثلاث دقائق أخذ وقتك. طيب أخوي جو أنا أؤمن بأشياء والأسفار والأصحاح كلها كاملة، أؤمن أنها من عند الله منزهة ومقدسة ونزلت بعلم الله سبحانه، أؤمن. واحد، أخ جو أنت عندك خلفية على دحاها، إذا بحثنا في المعاجم اللغوية وتركنا المفسرين السابقين الذين لا يعلمون شيء يفسرون على حسب علمهم السابق، بينما الآن ناسا اكتشفت أن الأرض كروية بفعل الأقمار الصناعية. إذا بحثت معنى دحاها في المعاجم اللغوية كمعجم المعاني، معجم المعاني، ستجد أن دحاها أي جعلها ليون أسد 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 حبيبي، عشان ما نضيع، صدقني بحثنا وعرفنا وقرأنا. أي دحاها بالمدحلة، مدحولة مدحية دحي، يعني مبسطة مبسوطة دحي. أرجوك حبيبي لا ما نحاول ننبق ونلعب بالألفاظ، أرجوك أكيد بحثنا، صدقني بحثنا كثير، يعني مش ناطرين حدا تجي. أوكي يا أخي جو، أخي جو أنا اعتبر يا عم القرآن قال دحاها ولا ما دحاهاش. طب ما تفسر لنا حكاية إن الشمس بتغرب في عين حمأة. جاي بالطريق جاي، لكن دحاها في معجم المعاني دحا العجام. لا لا حبيبي أنت بتضيع وقت، أرجوك ما بدنا معجمة، نحن بحثنا ونعرف وقلنا لك، قلت لك لنفرض أول شيء مش ذاكر كرة، كان المفروض مثل ما ذكر الكتاب المقدس كروية الأرض، ذكرها بالحرف وبالكلمة كروية الأرض، يعني كرة المفروض كان القرآن كمان يذكر، ورغم هذا الشيء القرآن ما قدر يذكر لأنه ما كان وصل لسفر الشيخ. ولنفرض لنحط أنه 1% احتمال أنه أوكي إجابة أخذها وذكر هذا الشيء، هذا مش أعجاز، لأنه في قبله كتاب مقدس ذكر هذا الشيء، عرفت؟ يعني قبله ب4000 سنة، يعني خلص هذا مش ما بيجي أنه مثلا دليل على ألوهية القرآن، لأنه أخذ من الكتاب المقدس، بيكون أخذ من الكتاب المقدس. جناب الأسيس تفضل بعد إذنك، اختصر أخونا اليوم بعد إذنك، تفضل أسيس. طيب أنا بس كان هي طبعا في أسئلة كتير ما تردش عليها أخي جو، فكرة تبديل القرآن وفكرة لما دخلنا في العلم قلنا له فكرة الغروب في عين حمأة والكلام ده كله، بس أنا أعتقد أني يعني معظم الوقت أنه إحنا هنلف وندور في موضوع مختلف، أنا ما أعرفش عندنا قد إيه وقت زيادة، لأني كمان عايزين نقدم الرسالة كمان 10 دقايق، كمان 10 دقايق وقت معنا، يعني طلعنا 20 دقيقة زيادة على الحلقة. طيب. كمان 10 دقايق حنختم. تحب ايه، ناخذ مداخله تانية عن القران يشرح اني لست كلام الله ولا نعم تفضل اكيد ونتكلم عن الرساله الروحيه؟ لا ممكن ناخذ، انا ممكن اعطي مداخله كمان سريعه لانه انا كمان طنشتوني بصراحه، انا فقط عم نظم لكم، حنخبركم فقط انه حنثبت لكم انه الكلام الذي كتب في القران ليس من الله، ليس من الله. حمزة حبيبي حنختم، أنت هلأ بعد شوي حفتح أنا وتعال عندي حمزة، لأنه خلص انتهينا من المداخلات بعد أول شيء نعم، بتمنى كل أخ مسلم يفتح دماغه معي، أرجوكه لو سمحتوا يفتح عقله معي ويركز بالكلمات اللي أنا حذكرها. نعم، أول شيء حنذكر لكم من أين هو كلام القرآن. أغلب كلام القرآن أخذ من الشعراء، أخذ من الشعراء، وحنشوف امرأة القيس اللي مات قبل محمد أو قبل الإسلام. لا ما عم يشتم حمزة، ما بيشتم لو سمحتوا، خلص ما حدا يتدخل بالتعليقات لو سمحتوا حبايبي، ما تشوشوا، خلونا نركز لو سمحتوا. امرأة القيس مات قبل محمد أو قبل الإسلام ب30 عام، يقول في قصيدته الشهيرة: دنت الساعة وانشق القمر. ركزوا بالقصيدة لو سمحتوا، ركزوا بكلمات القصيدة: دنت الساعة وانشق القمر، عن غزال صاد قلبي ونفر، مر بي يوم العيد في زينة فرماني فعقر، سهام من لحظ فاتك فر عني كهشيم المحتضر، بالضحى والليل من طرته فرقه ذا النور كم شيء زهر، قلت إذا شق الغدار خده دنت الساعة وانشق القمر. نعم، هون بيقول امرأة القيس في قصيدة: دنت الساعة وانشق القمر. أما والقرآن يقول في سورة القمر الآية رقم 1: اقتربت الساعة وانشق القمر. دنت يعني اقتربت، على فكرة دنا اقترب. نعم، إذن كلمة أو جملة كاملة مسروقة من قصيدة امرأة القيس: دنت الساعة وانشق القمر، اقترب الساعة وانشق. وفي القصيدة يقول: فتعاطى فعقر،
يقول في القصيدة: فتعاطى فعقر. في سورة القمر يقول: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الجملة الثانية على التوالي مسروقة من القصيدة: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. يقول في القصيدة: كهشيم المحتضر. وفي سورة القمر أيضا يقول: كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر. نعم حبايبي. وأيضا يقول في قصيدة يقول: بالضحى والليل. وفي سورة الضحى يقول: والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى. شفنا سورة القمر يعني مسروقة من قصيدة امرأ القيس: دنت الساعة وانشق القمر. ولكن هو أزاد علي شوي وحرف شوي وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وامرأ القيس مات قبل الإسلام 30 سنة. وهنشوف الشاعر أمية بن أبي السلط. أمية بن أبي السلط رسول الإسلام قال عنه، قال أمية بن السلط أشعاره آمنت بالإسلام وهو كافر، وهو كفر، وهو كفر، ومع أنه لم يدرك الإسلام ولم يدرك محمد أبدا، كان ميت قبل محمد، ولكن كان عنده أخت اسمها الفارعة وكانت صديقة خاصة لمحمد، دائما يجلس معه وتذكر له أشعار أمية، أخوها أمية بن أبي السلام. يقول نعم وهو يتكلم ويقول: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات. أرجو أن ندقق بالقصيدة أحبائي وندقق بكلام الآيات اللي حاعطيكم إياها عشان تتأكدوا أنه ليس كلام الله، ليس كلام الله. نعم: إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا حبال وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال رب الراسيات من الجبال بلا عمد. حنشوف في خلق السماوات في القرآن، ركزوا على القصيدة: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سورة لقمان. إذن الخلق والرواسي وأن تميد وأعمدة مسروقة من قصيدة أمية بن أبي السلط اللي كان أخوها للفارعة اللي كانت دائما تلقي أشعار أمية على رسول الإسلام محمد. في شاعر اسمه رؤوب العجاج كان عنده قصيدة وهو يوصف هزيمة أبرهة الحبشي، كان يوسف مع هزيمة أبرهة الحبشي في معركة ما، وفي بيتين شعر وصفهم. يقول رؤوب العجاج وهو قبل الإسلام، وهو قبل الإسلام: ومسهم ما مس أصحاب الفيل. ومس القصيدة هاي بتقولها، انتبهوا مش سورة الفيل، ركزوا، هذا مش القرآن عم بقرأ لكم القصيدة، لا، رؤوب العجاج: ومسهم ما مس أصحاب الفيل، نعم، ترميهم بحجارة من سجيل. ومسهم ما مس أصحاب الفيل، ترميهم بحجارة من سجيل. ولعبت بهم طير أبابيل فصيروا مثل عصف مأكول. نعم، فصيروا مثل عصف مأكول. بتمنى تكون ركزوا بهالبيتين. منشوف القرآن ماذا يقول بسورة الفيل. يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كيف هلا نحن بنعمل نسخ تعليق ما ننسخ ونلزق بغير مكان؟ كذلك فعل مع قصيدة رؤوب العجاج: ومس ما مس أصحاب الفيل. نعم حبايبي، نسخ لزق تماما. باقي القصائد شوي محرف فيها، شوي محرف. جناب الأسيس أنا أول مرة بتداخل بمداخلة طويلة، سامحني. نعم حبايبي، احنا الفكرة إنه هو الموضوع أصلا كمان احنا ما كملناهوش لأن المداخلات تمام، لسه معنا شوي وقت، أنا حمون على القناة. نشوف الشاعر زيد بن نفيل وهو عم يتكلم كمان قبل الإسلام عن ويوصف ولادة السيد المسيح من العذراء، وهو شاعر عربي، وهو شاعر عربي من الجزيرة العربية وقبل الإسلام. يقول: فقالت مريم في قصيدة، قصيدة نثرية كاتبة: إن أنا يكون لي ولم أكن بغية ولا حبلة ولا ذات قيم، فقال لها إني من الله
آية وعلمني والله خير معلم، وأرسلت ولم أرسل غوية، ولم أكن شقية، ولم أبعث بفحش ومأتم. القرآن ماذا يقول؟ قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسني بشر ولم أكن بغية. كلام نسخ لزق يا أحبة عن قصيد أو عن أبيات الشعرية النثرية للشاعر زيد بن نفيل. نعم، ولم أكن بغية، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وبرا بوالدتي أنا أسامحوني ولم يجعلني شقية. طبعا هذه سورة مريم الآية من 21 إلى 23. نعم حبايبي، نعم نعم، هذا هو القرآن. هنا يصرخ ويقول أنا هنا كلام الشعراء ولست كلام الله. يصرخ ويقول أنا مسروق، أنا مسروق من الشعراء، مسروق من زيد بن نفيل، مسروق من رؤوب العجاج، مسروق من أمية بن الصلت، ومسروق من أمرأ القيس، وهكذا يصرخ ويقول لست كلام الله ولن أكون كلام الله ولن أمس الله بشيء من كلامي، ليس له علاقة أبدا بكلام الله تماما. نعم حبايبي، تفضل جناب الأسيس، سامحني على المداخلة الطويلة. لا ولا يهمك أخ جو، شكرا لك أخ جو. بصراحة الموضوع واضح جدا جدا من البداية للنهاية. لو احنا خدنا بداية حتى ادعاء رسول الإسلام باستلام الوحي واختبار الوحي وكل الكلام ده، ممكن مداخلتك تكون الأخيرة مع كلمة روحية. ما أنا هعمل كده، أنا مش هتكلم. أنا مش هتكلم في الإسلامات كتير، بس أنا بس هلخص حاجة وغير كده الآيات اللي جت في القرآن إن الله لا يبدل كلامه، وبعد كده تبديل الكلام في القرآن ده بيخلي المسلم يفكر إن الله المفروض مش هو إنسان يتغير ومش بيتغير حسب الظروف. أنا أغير أحكامي، أغير قراراتي لأن أنا مش عارف كل حاجة، الأخ جو يغير لأنه مش عارف كل حاجة، لكن الله المفروض اللي عالم بكل الأمور المفروض لا يتغير ولا يغير لا أحكامه ولا شريعته ولا من شد تكبيس. من هلأ لنسكر لو سمحتوا لحد ما نختم الحلقة. من شد تكبيس حبيبي ماريا، شكرا. من شد تكبيس لو سمحتوا، أنا أسف جنب الأسف اضطريت قاطع القسيس، فمن شد تكبيس لحد ما نختم الحلقة لو سمحتوا، وهذا الشيء بيفيد الحلقات الجاية. تفضل جنب الأسف. شكرا أخي جونك، أنت بتذكر بالموضوع ده. فعشان كده الرسول بطرس في الرسالة الثانية أصحاح واحد بيقول إيه؟ بيقول لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. يعني إحنا مش بنحاول نأكد الكتاب بخرافات مصنعة ولا الإيمان بخرافات مصنعة، ولا بنحاول نهرب أو نحاول نبرر، لأن إحنا عايزين نتمسك بالحق. إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. يعني الرسول بطرس بيقول أنا كنت معاه معاين كل الأعمال وقدراته الإلهية، ومعاين كل المعجزات اللي عملها الرب يسوع المسيح، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى. هنا بيتكلم الرسول بطرس على جبل التجلي لما ظهر موسى وإيليا في جبل التجلي، وبيتكلم لما جاء كمان الصوت من السماء عن الرب يسوع، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء. إذ كنا معه في الجبل المقدس، أنا بتكلم على جبل التجلي. لكن رغم كل ده ورغم الاختبار القوي والعظيم ده، إيه اللي بنبني عليه إيماننا؟ إيه الأساس؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. لما نيجي عند فكرة الكلمة النبوية التي هي أثبت، نرجع لكل تعاملات الله مع الأنبياء ودعوة الأنبياء، نجد أن الله يختار النبي، يؤكد للنبي دعوته، يؤكد للنبي أنه من هو الداعي الذي يدعوه، يعطي للنبي رسالة يوصلها للشعب، مش كلام فارغ، لا، رسالة يوصلها للشعب. وفي كل الرسالات كانت دعوة الشعب للتوبة والرجوع. هذه الدعوة لم نجدها على الإطلاق في القرآن ولا في الإسلام. الإسلام دائما يهدد أو يضلل أو يضل. عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار. عشان كده
في سفر المزامير بيقول ايه؟ سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هنا الكلام مش هيتلون، مش هيتحرف، مش هيتغير حسب الظروف، مش هيشرع الغلط للإنسان، لكن ده الكلام ده هو اللي بينير الطريق. اللي فيه صرخ نبي الله داود، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يبقى كلمة الله لا تبرر الخطأ ليا زي ما موجود في القرآن، لكن كلمة الله تجعلني أرجع عن الخطأ وأتوب، لأنها سراج لرجلي كلامك. إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عارفين هذا. أولا هنا بقى التأكيد أن كل نبوة الكتاب، كل نبوة الكتاب، كل كلمة في الكتاب ليست من تفسير خاص. مش هقعد ألوز ذراع النص وفسر دي يمين وفسر دي شمال، لا، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدس. أنا آسف بس لحظة لحظة جناب الأسيس، أخونا سام طلع، هو الحساب مكتوب سام، بس هو مش حساب سام أيام على فكرة. أوكي. أنا اضطريت نزله. إذا كنت أخونا أنت سام، ابعت مسج على جروب القناة لو سمحت، لأنه ما كان، ما بعتقد كان في، ممكن يكون حساب زور، فأنا نزلته. أوكي. فضل. ما فيش مشكلة. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب، كل نبوة، ما فيش كلمة من إنسان، ما فيش كلمة أضافها بشر، لأن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. ما فيش نبوة جاية عشان تبرر الخطأ لإنسان، ما فيش نبوة جاية عشان تحلل الغلط لإنسان، بالعكس، ده نبوة الكتاب عاقبت نبي الله داود. نبوة الكتاب وبخت كل شخص عمل خطأ، وكان التوبيخ والتأديب عشان يرجع الإنسان إلى البر الذي في المسيح، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون، مش من نفسهم، مش حسب رغباتهم، مسوقين من الروح القدس. عزيزي المشاهد، أنا بصلي أن الرب يفتح عينيك عشان تعرف كلمة الله الحقيقية، كلمة الله الذي صار جسدا، شخص ربنا يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا والطريق والحق والحياة. بصلي من أجل كل البعدين، بصلي من أجل إخوات المسلمين أن يعرفوا الحق، يعرفوا المسيح الحق، لأنه هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب، ليس أحد يأتي إلى الله إلا من خلال يسوع المسيح وعمل الكفاري على الصليب، هو اللي قال أن الحق يحررنا. بصلي عزيز المشاهد أن ربي ينقي فكرك عشان ما تبررش الخطأ وما تبررش الخرافات، لكن تيجي وتعرف الحق وترفع قلبك مع نبي الله داود وتقول له انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. ولا يوجد طريق أبدي إلا الطريق الوحيد، شخص ربنا يسوع المسيح، إذ قال عنه الكتاب ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح المخلص. صلاتي عزيزي المشاهد أن رب يديك نعمة ويديك الخلاص وتعرف الحق والحق يحررك. بصلي كمان من أجل إخوات المسلمين، بصلي أنكم تتفكروا وتصلوا إلى الخالق، قل له كده يا من خلقتني ارشدني وقدني إلى طريقك، قدني إلى الحق، اهدني للحق. خلينا أخي جو بشكرك، وخلينا نرفع قلوبنا في الصلاة في ختام حلقة اليوم. آمين. فضل جميل. أبانا السماء من كل القلب رب أشكرك من أجل محبتك، مراحمك، من أجل نعمك، من أجل عطاياك، من أجل ربنا كلمتك النبوية الثابتة، من أجل ربنا أنك لم تترك كلمتك للعبث بها أو أن يتلاعب بها الناس، بل كانت كلمتك ربنا أنت ترافقها، إذ ربنا من كتب الكلمات وكتب النبوة وكتب كلامك كان مصوغ بالروح القدس، فأنت رافقت كلمتك رب، لأن قلت لموسى إن أكون معك، أكون مع فمك ومع فمه، وأعلمكما ما تتكلمان به. أنت يا رب اللي بتضع الكلمة في اللسان. يا رب بحط من إيديك يا رب كل إخوات المسلمين، افتح عيونهم ليروا عجائب من شريعتك ويدركوا الحق ويعرفوا الحق فيحررهم الحق. بصلي من أجل إخواتي أيضا ربنا البعيدين عنك والذين يعيشون في حالة من التدين بعيد عن معرفتك، أن تأتي بهم إليك يا رب. بصلي من أجل أخويا جو، من أجل كل ربنا فريق عمل القناة، من أجل قناة الأرامية، من أجل ربنا أخونا الدكتور باسم، أنك أنت تدي له نعمة وحكمة في قيادة القناة، في اسم المسيح آمين.
آمين جناب لسي. شكرا 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 كل الأخوة الأحباء اللي كانوا معنا، بشكركم على دعم كل القناة، بشكركم على كل تعبكم وعلى محبتكم، بشكركم أحبائي وبشكر أعضاء القناة طبعا اللي هن بالكواليس، وأخونا الحبيب دكتور باسم مدير القناة مثل ما ذكر أخونا السي ثابت. حبايبي بعتقد بعد اللي سمعتوه لا يمكن لا يمكن أن يكون الكلام اللي قرأناه نحن الأخوة اللي قرأوا وأنا اللي قرأت لكم إياهم، لا يمكن أن يكون كلام الله، لا يمكن أبدا أبدا، ولا كلام أي إنسان ممكن يكون عنده شوية علم، شوية علم، مش حقلكم إنسان عنده علم، شوية علم أو خبرة بالحياة أبدا، كلام ساذج، كلام مكشوف، كلام مفضوح. طبعا ربنا معكم جميعا، وبنلتقي الحلقة الجاية كمان الأربعة الجاية، وبنلتقي حلتقي فيكم أنا شخصيا بكرة بنفس التوقيت، ساعة 8 بتوقيت أوروبا، ساعة 3 بتوقيت أمريكا، ساعة 9 بتوقيت الشرق الأوسط، ببرنامج قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، وعن تحريف أيضا تحريف القرآن الكريم عند أخواتنا المسلمين. طبعا أحبائي نحن أنتوا هلأ بشهر الصوم، طبعا نحن ما حنقولك ربنا كريم لأنه نحن فعلا بنعتبر هو فعلا على الواقع هو في شهر تطرف وعنصرية دائمة دائما وأبدا، لكن حنقولكم كل سنة وأنتوا بألف خير، كل سنة وأنتوا بألف خير، وصلواتنا دائما لألكم أحبائي، دائما حنصلي لكم أنه فعلا السنة الجاية والثلاثين اليوم الثلاثين يوم الجايين عليكم في السنة القادمة إنكم تعرفوا الله الحق وتعرفوا الصراط المستقيم اللي انتوا الكوا 1400 سنة تطلبوا انه يهديكم الصراط المستقيم. مش حتنهدوا للصراط المستقيم قبل ما تبحثوا في كتابنا المقدس، وحتعرفوا انه يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا وإلهك ومخلصك وفاديك، قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والصراط المستقيم أي يعني الطريق الحق، تفسير الصراط المستقيم أي الطريق الحق، ويسوع قال أنا هو الحق والحياة. ومن أسماء الله الحسنى عندكم أحبائي المسلمين الحق، الحق. نعم أحبائي، تصبحوا نور المسيح جميعا، ونلتقي بكرة بحلقة جديدة من قضايا مصيرية، والأربعة الجاية بحلقة جديدة من برنامج يسوع المسيح أم محمد. سلام.